يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشه التلفزيون المصري من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير والسعاده والرضا على ناس واهل بلدنا في كل مكان. صباح الخير يا مصر. العالم بيعيش ازمات كتيره جدا الفتره اللي فاتت، حروب وصراعات سياسيه من الحرب الروسيه الاوكرانيه الى الحرب على قطاع غزه، لكن ازمات الطاقه هي الازمات اللي بتؤثر بشكل كبير جدا على الناس والمواطنين في كل مكان في العالم لتداعيات هذه الحروب. بعد ازمات الطاقه اللي موجوده في العالم كله ومع تداعيات تغير المناخ، بدا العالم يتجه الى نوع جديد من الطاقه النظيفه والمستدامه، وهو طاقه الهيدروجين الاخضر، بيسموها كده وقود المستقبل. مصر عندها فرص كبيرة جدا علشان تكون مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، خصوصا إن احنا عندنا بنية تحتية قوية وعلمية جدا، استثمارات مهمة في هذا المجال تحديدا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ده حقيقي محمد، الحقيقة إن مصر دخلت في هذا المجال بقوة الحقيقة وبإصرار كمان، وامبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع في منتهى الأهمية بخصوص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، ويمكن الحقيقة إن هذه الاستراتيجية بتستهدف إن مصر تكون واحدة من الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وده هيساعد بشكل كبير جدا طبعا في توفير المزيد من فرص العمل، زيادة الدخل القومي، ده بخلاف كمان تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق مع الجهود الوطنية لحماية البيئة. عشان كده جمانة سيادة الرئيس يعني وجه ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات اللي تم الاتفاق عليها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها. التحول للطاقة المستدامة هو أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، بيعكس كمان اهتمام الدولة المصرية بالتنمية الشاملة، ده غير طبعا العوائد الاقتصادية الكبيرة جدا اللي بتمثل إضافة حقيقية للتنمية الاقتصادية الوطنية. بكل تأكيد يعني مصر الحقيقة عندها فرصة كبيرة جدا في هذا المجال، وبتتحرك بخطوات متسارعة وثابتة لتوطين هذه التكنولوجيا اللي بتعتبر مستقبل الطاقة النظيفة في العالم كله. ومصر الحقيقة يعني على مدار السنين اللي فاتت شفنا يمكن إرادة قوية جدا على أنها تتحول للطاقة النظيفة وأنها تساهم بشكل كبير جدا في ملف المناخ يمكن اللي بيشغل العالم كله. تابعنا حتى تنظيم مصر لكوب 27 أو كوب 27 يا محمد، واللي مصر الحقيقة قدمت فيه أطروحات وحلول عديدة ومبادرات، يعني دخلت احنا كنا داخلين هذا المؤتمر الحقيقة واحنا مستعدين وجاهزين إن كان بمبادرات أو إن كان بحلول، وبعد كده خدناها كمان معانا لكوب 28 اللي تم تنظيمه في الإمارات وتحديدا دبي. شفنا الدور المصري قد ايه كان مهم، يمكن شفنا حتى المخرجات اللي صحيح. مصر كانت مصره عليها قد ايه كانت مهمه، وتم التاكيد عليها مره ثانيه يا محمد. صحيح صحيح يا جمانه، فعلا يعني المخرجات الخاصه بكوب 27 اللي بشرم الشيخ كانت على الاجنده الخاصه بكوب 28 في دبي، ومن اهمها التحول الى الطاقه النظيفه. التجربه المصريه الحقيقه تم استعراضها في كوب 28، وهي تجربه مهمه وفريده جدا في التحول للطاقه المتجدده والنظيفه، وتحديدا زي ما اتكلمنا الهيدروجين الاخضر. مصر يعني عندها استراتيجيه وطنيه للهيدروجين الاخضر، انشات وشكلت المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر، ويعني تعتبر الاولى عربيا، ومن المستهدف كده ان احنا يعني ان شاء الله خلال 2040 نمثل من 4 لـ 8% من انتاج الهيدروجين الاخضر في العالم كله، وتبقى مركز اقليمي ودولي ان شاء الله. صباح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر، وتابعونا معانا النهارده فقرات كتيره متنوعه في صباح الخير يا مصر. دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا دينا شرف، نتعرف منها على اخر اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. دينا صباح الخير عليك. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير يا محمد. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. انتوا بتحبوا الشتاء اكتر ولا الصيف؟ شتاء اكيد. الجو بقى حلو قوي يعني ممتع بصراحه، اللبس التقيل ده بالنسبه لي وفي شياكه كده كمان. طيب خلونا نصبح على حضراتكم ونقول لكم الاول في البدايه هنحاول نشوف معاكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا طبعا جولتنا من محافظه القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية وتباطؤ في حركه السيارات اعلى الكوبري ده بسبب زياده الاحمال اعلى الوصله المعلقه حتى رمسيس، والمتجه من مناطق وسط المدينه حتى مدينه نصر، وكمان شارع رمسيس نفسه بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة.
بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد. في كمان كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة للمتجه إلى المؤسسة في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. نروح معاكم لمحافظة الجيزة وشارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وفي كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني. في شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. نروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية، وفي كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش. في كمان كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب. نفس الأمر في شارع عبد السلام معارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. نروح معاكم الأسوان وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة، وبيشهد سيولة مرورية، وكمان على طول الشارع هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما هنوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. من جولتنا في أحوال المرور في محافظات مصر المختلفة، تعالوا دلوقتي ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. في كمان سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفي نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية ده على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 26، وأقل درجة حرارة في كاترين 16 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. نصبح على حضراتكم مره تانية، وكعادتنا خلينا نبدا معاكم باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها تلقي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتصال هاتفي من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، واللي توجه بالتهنئه للسيد الرئيس على الفوز في الانتخابات الرئاسيه الاخيره واعاده انتخاب سيادته رئيسا لمصر. وتطرق الاتصال ايضا للتباحث حول تطورات الاوضاع في قطاع غزه، فضلا عن متابعه النقاش حول مسار تناول القضايا العالقه بين البلدين. امبارح كمان اكدت الحكومه انه لا صحه تماما لتغيير نظام امتحانات الثانويه العامه خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024. مركز معلومات مجلس الوزراء قال انه لم يتم اصدار اي قرارات تخص تغيير نظام الامتحانات، وانه هيتم عقد امتحانات الثانويه العامه للعام الدراسي الحالي بنفس نظام السنه اللي فاتت ونفس المواصفات الخاصه بالورقه الامتحانيه دون اي تغيير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي وإجراءات بناء القدرات الوطنية. وتستهدف الاستراتيجية أن تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلاً عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اللي توجه بالتهنئة للرئيس على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخاب سيادته رئيساً لمصر، وثمن الرئيس من جانبه هذه اللفتة المقدرة، وتطرق الاتصال أيضاً للتباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024، وإنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على إنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي
بنفس النظام العام الماضي بذات المواصفات للورقة الامتحانية دون أي تغيير، وده وفق نظام الكتاب المفتوح أو الأوبن بوك، وبيحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين اللي بيحتاجها الطالب أثناء الامتحان مع تطبيق نظام البابل شيت، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وكراسة البابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، وناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات. وقام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة الفيوم لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين. وتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية مع توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج ليهم بالمجان. نروح مع حضراتكم لجولة كده في أخبار المحافظات وما يحدث خارج القاهرة، والبداية من قنا. مواطنون أو تم إطلاق مبادرة بعنوان بلغني لتلقي شكاوى المواطنين المتضررين من سائقي الأجرة. في اسكندرية كمان تم تسليم حوالي 55 منزل لأهالي قرية فلسطين بعد الانتهاء من تطويرها. أما في المنيا فتم الإعلان عن فحص 297 ألف طالب بالمراحل التعليمية المختلفة، وفي كفر الشيخ تم توعية 40 ألف مواطن حول دور المشروعات القومية في التنمية. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في قنا أعلنت المحافظة أنه بيتم التنسيق مع الرقابة الإدارية لاستقبال شكوى المواطنين المتضررين من عدم التزام سائق الأجرة والسيرفيس بخط السير أو التعريفة المقررة من خلال مبادرة بلغني، وده في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة لهم. في الإسكندرية سلمت المحافظة 55 منزل لأهالي قرية فلسطين بنطاق حي العمرية تاني بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير اللي تمت من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة ليهم. في المنيا أكدت المحافظة أنه تم إجراء فحص طبي شامل ل 297,795 طالب بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفي، وده منذ بداية العام الدراسي. كما تم تقديم 125,914 خدمة صحية متنوعة للشباب من خدمات رعاية صحية وخدمات توعية ومشورة ل 45,082 من الشباب من خلال برنامج الشباب والمراهقين، وده خلال شهر نوفمبر الماضي. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن صدور القرار الوزاري بتشغيل محكمة الفرافرة اعتباراً من أول يناير 2024، وده في إطار جهود المحافظة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين تخفيفاً عن مواطني الفرافرة وتوفيراً للوقت والجهد في إنهاء إجراءات التقاضي وفقاً لأحدث التجهيزات في منظومة عمل المحاكم. في المنوفية أعلنت المحافظة عن تمويل 73 مشروع اقتصادي بتكلفة إجمالية 568 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، وده ضمن خطة توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة. في كفر الشيخ نظم فرع المجلس القومي للمرأة حملات طرق الأبواب تحت عنوان بلدي أمانة، مستهدفة 40,700 من السيدات والرجال والأطفال ب 8,000 زيارة. وتعمل الحملة على تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين. في سوهاج بيشهد مركز سقلتة تنفيذ أعمال الرصف بطريق المراونة بداية من محطة رفع صرف صحي سقلتة حتى التأمين الصحي بشارع الحرية بعرض 7 أمتار وطول 1200 متر، وبيتم متابعة أعمال استكمال الرصف للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أي معوقات والانتهاء من كل الأعمال وفقاً للمواعيد والجداول الزمنية المحددة.
مشاهدينا نروح مع حضراتكم لفاصل سريع، ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، في كمان سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية ده على فترات متقطعة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن منك عن حاله الطقس، وخصوصا ان الجو خلاص بدانا في فصل الشتاء فعليا، فالجو بقى بارد شويه. بالفعل يمكن احنا بدانا فصل الشتاء وكان الايام الماضيه فيها انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحراره، مع وجود نشاط للرياح خلانا نحس بالبروده اكتر، ويمكن ده كان العامل المهم جدا في احساسنا ان في تقلبات جويه بالامس واول امس. ده كان طبعا طبقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، لكن من اليوم هتبدا تقل سرعات الرياح وتهدا سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهوريه، يمكن هتكون موجوده بس في بعض الاماكن من السواحل الشماليه للبلاد، وهو نشاط رياح نسبي مش هياثر تماما باي يعني احساس في البروده بشكل كبير، لان سرعات الرياح لا تتجاوز ال 35 كيلو متر على الساعه، باقي مناطق الجمهوريه سرعات الرياح قلت عليها بشكل كبير، فده يدينا احساس بالاستقرار في معظم محافظات الجمهوريه. كمان درجات الحراره هتبدا ترتفع ارتفاع طفيف خلال فتره النهار، والعظمى على القاهره الكبرى اليوم متوقع 22 درجه مئويه، ده خلال فتره النهار، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير، فبالتالي اجواء شتويه دافيه مستقره تماما خلال فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه. فترات الليل اللي هتظل فيها درجات الحراره منخفضه بالشكل الكبير، وخاصه في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر اجواء بارده في معظم محافظات الجمهوريه. صغرى فتره الليل بتسجل على القاهره الكبرى، ومتوقع ان هي تكون ما بين 13 الى 14 درجه مئويه، فبالتالي الاجواء هنحس فيها ببروده بشكل كبير في معظم المحافظات، وخاصه كمان الاماكن المفتوحه، المحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، المدن الجديده. بالاضافه كمان ان اليوم هيكون لسه في فرص لسقوط الامطار، لكن هتنحصر فقط في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط اللي هي السواحل الشماليه ومحافظات شمال الوجه البحري، فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، ممكن تزيد عن الخفيفه في بعض الاماكن، يعني هي ما بين خفيفه خفيفه متوسطه، ما فيش منها قلق تماما. وطبعا مع فتره الاستقرار في الاحوال الجويه بتعود بقى الشبوره المائيه، ظاهره جويه بتاثر فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي متوقع ان احنا بكره ان شاء الله نشوف شبوره مائيه ممكن تكون كثيفه، يعني ممكن تاثر اكتر من النهارده شويه. بالظبط هتكون اكتر من النهارده، متوقع بكره الاثنين ان الشبوره فتره الصباح الباكر تكون كثيفه على الطرق، فناخد بالنا من الشبوره المائيه بكره فتره الصباح الباكر. هيستمر معانا الاجواء بقى المستقره اللي فيها ارتفاع طفيف في قيم درجات الحراره حتى يوم الخميس اللي جاي، يعني حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله الاجواء مستقره. العظمى فتره النهار على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين 22 23 درجه مئويه فتره النهار، وفرص الامطار هتظل يعني موجوده فقط في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، يمكن كمان الايام اللي جايه هتكون امطار خفيفه مش خفيفه متوسطه، بس هنخلي بالنا فقط من درجات الحراره المنخفضه ونوعيه الملابس. طيب حضرتك بتقولي لحد يوم الخميس الجاي، هو في حاجه في الجمعه يعني هنبدا انخفاض ملحوظ؟ لا 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 خالص، احنا لحد نهايه الاسبوع، يعني انا بس بنقول لحد نهايه الاسبوع الاجواء مستقره بشكل كبير، احنا بس ممكن يوم الخميس الامطار تمتد لبعض المناطق الداخليه، لكن برضه ما فيش هيكون منها قلق ولا منها اي تاثير على اي اعمال انشطه يوميه، فالاجواء مستقره يمكن لحد بدايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله ما فيش اي قلق، بس احنا ما بنحبش
يبقى التنبؤ طويل المدى طبعاً. بشكل كبير لانه وارد يحصل في تغيير فعلا. وخاصه ان احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غني وعضو المركز العام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا لحاله الطقس في برنامج صباح الخير يا مصر. تعالوا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 22 الصغرى 14، العاصمه الاداريه 21 12، اسكندريه 22 13، العلمين الجديده 22 13، مطروح 22 12، دمياط 21 14، بورسعيد 21 14، الاسماعيليه 23 13، السويس 23 13، العريش 22 12، كاترين 16 3، طابة 21 14، حلايب 24 21، شلاتين 26 22، شرم الشيخ 25 16، الغردقة 25 16، الفيوم 21 9، بني سويف 21 9، الوادي الجديد 22 7، أسيوط 22 8، سوهاج 22 11، قنا 22 12، الأقصر 23 12، أسوان 23 13. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن نخلي بالنا إن في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر الجو بيكون بارد جدا، نرتدي الملابس الثقيلة. وغدا هيكون في شبورة مائية، يمكن دكتورة منار قالت هتكون كثيفة أكتر من النهاردة، فنخلي بالنا برضو في ساعات الصباح الأولى. هرجع مرة تانية لجمانة ومحمد علشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ديم. شكرا. دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في ختام الجوله 18 من الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتعقد البورصة المصرية للسلع جلسة جديدة رقم 104 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق. تهدف البورصة لتقليل حلقات تداول المنتجات للحد من غلاء الأسعار. النهاردة هتبدأ وزارة المالية صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر ديسمبر من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، ويتضمن الراتب علاوة غلاء المعيشة اللي سبق زيادتها من 300 جنيه ل 600 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية نحو 16.4 مليار جنيه. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراة قوية في ختام الجولة 18 من عمر المسابقة، هيلتقي وولفرهامبتون مع تشيلسي في تمام الساعة 3 عصرا. معنا دلوقتي على الهواء موهبة فنية عالمية، المايسترو أمل الجرميزي اللي أصبحت أول مايسترو عربية تقود حفل أساطير الطرب بالعاصمة الفرنسية باريس. المايسترو أمل بتركز على فكرة إحياء التراث العربي والموسيقى العربية لكن بمعايير عالمية، خصوصاً أنها عازفة كمان ومؤلفة موسيقية حائزة على جوائز عالمية في مجال التأليف الموسيقي. مش بس كده محمد، الحقيقه انه المايسترو امل الجرميزي هي حاصله كمان على دكتوراه من جامعه السوربون، وبتعمل كمستشاره اولى لجامعه هارفارد الامريكيه ومؤسسه الفيلهارموني بباريس، وهي معانا كمان دلوقتي منورانا عبر تطبيق زوم. صباح الخير على حضرتك واهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، شكرا على الدعوه والاهتمام. شكرا ليك. يعني في البدايه حابين نعرف منك، يعني احنا بنتكلم على مايسترو ونتكلم مش مايسترو كمان في مصر، مايسترو كمان كسيدة، ده شيء ممكن يكون مش متعارف عليه أو مش دايما بنشوفه، ويعني باريس ويمكن ال النوعية دي من فكرة الموسيقى صعبة جدا، بتحتاج فعلا دراسة وبتحتاج ذوق خاص وبتحتاج يعني حتى يمكن الدراسة الأكاديمية بتكون مهمة جدا فيها. حابة أعرف منك في البداية، يعني بدايتك في العمل الفني إيه اللي حصل فيه، ابتديتيها ازاي؟ هي قيادة الأوركسترا جات كامتداد طبيعي لسنوات طويلة من دراسة علوم الموسيقى والتخصص في الموسيقى العربية، وكما ذكرتي المسار الأكاديمي ومسار أيضا كعازفة كمانجا، وجاءت فكرة تكوين أوركسترا وقيادة الأوركسترا كامتداد طبيعي لكل هذا المسار. كان
كان نفسي أقدم أوركسترا راقية بمعايير عالمية، بأوركسترا ترتقي للمستوى، مستوى الموسيقى العالمية، فأسسنا مزيكا وقمت بقيادتها. صح إنه من غير السائد تواجد نساء قائدات للأوركسترا، ولكن اليوم أنا فخورا إني أكون عربية وأكون في نفس الوقت قائدة أوركسترا، لا يزيدني هذا إلا فخرا طبعا بأصولي العربية. احنا كمان فخورين بيكي، يعني بقى عندنا مايسترو وامرأة عربية في قلب عاصمة الفنون يعني والنور باريس، بتقود أوركسترا مزيكا. الموسيقى مايسترو أمل هي لغة عالمية، لغة لا تحتاج إلى وسيط ولا تحتاج إلى ترجمة، وفكرة إنه تقديم التراث العربي الموسيقي برؤية موسيقية جديدة ومختلفة ومعايير كمان عالمية، أعتقد إنها فكرة مهمة ولافتة. قدمتي ده إزاي وإزاي قدمتي رؤيتك؟ يعني خصوصا إنك أنت اشتغلتي كعازفة للكمان ثم قائدة لأوركسترا، رؤيتك للموسيقى العربية من خلال هذه الأوركسترا. نعم، كما ذكرت كانت قيادة الأوركسترا امتداد لسنوات من عزف الكمان والاختلاط في الأوركسترات العالمية والأوركسترات العربية. فجاءت القيادة، كان نفسي يكون عندي ستيب باك، خطوة للوراء، وإني أشوف الموسيقى العربية، أقدم وجهة نظري في الموسيقى العربية. اليوم الموسيقى العربية محتاجة شوية يمكن تبسيط للجمهور الغربي، صحيح تصديرها للجمهور الغربي، استقطاب الجمهور الغربي، وهذا مهم، فضلا على تقديمها للجمهور العربي، الجاليات العربية الموجودة في أوروبا. فكان هذه يعني دافع عندي إنه نقدم الموسيقى العربية بوفاء كبير جدا لأصولها. نحن لا نزايد على المبدعين الأصليين للأغاني، أنا لا أزايد على النقلة النوعية اللي عملها رياض السنباطي أو محمد عبد الوهاب أو غيرهم من عباقرة الموسيقى العربية، ولكن اليوم نحن فضلا عن هذا الوفاء للأصول نقدمها اليوم أيضا بتاتش مختلفة عن السائد، بمعايير مثل ما قلت عالمية، بتقنيات حديثة، بتقنيات في العزف وفي التنفيذ وفي الكتابة أيضا، لأن الكتابة مرحلة مهمة جدا في التنفيذ الموسيقي. نقدم هذه الموسيقى بتفاصيل دقيقة جدا، ولأنه التميز دائما يكون في إتقان أدق التفاصيل، وبهذا يرتقي المنتوج العربي إلى العالمية. مايسترو أمل، واحنا بنتكلم على فكرة إحياء التراث العربي الموسيقي حتى لو بمعايير عالمية، ممكن فكرة إحياء التراث تبقى في دول عربية بشكل أكبر، بفكرة إن إحنا نعرف الجيل الجديد على الموسيقى بالشكل اللي هم بيحبوه دلوقتي، بس واحنا بنتكلم في الخارج أو في الغرب، هي مش فكرة إحياء الموسيقى العربية أو التراث العربي الموسيقي، هي أصلا تقديم هذه الموسيقى للغرب. عايز أعرف من حضرتك فكرة ردود الأفعال حتى من الجمهور إن هو يسمع النوع ده من الموسيقى اللي بكل تأكيد ممكن يختلف عن الذوق الغربي كمان. أكيد أكيد، عندنا نوعين من طريقة تلقي هذه الموسيقى. عندنا جمهور عربي متعطش للحظات حنين، حنين إلى العصر الذهبي للموسيقى العربية، حنين إلى هذه الأعمال، أعمال عباقرة الموسيقى العربية طبعا مثل ما ذكرت السنباطي، محمد عبد الوهاب، الرحابنة وغيرهم، فعايز يعيش لحظة حنين. وفي نفس الوقت عندنا جمهور يحب أن، حتى لو هو يعرف هذه الأعمال، يحب يعيد اكتشاف الموسيقى العربية بنظرة جديدة. وحتى على فكرة الجمهور الغربي حتى لو ما عندوش أي دراية أو ليس ملم بتفاصيل الأغاني أو بمعنى الكلمات، المعنى الدقيق للكلمات أو غيرها، صدق الصدق أظن وأتمنى طبعا أنه زي صدق ما محمد قال لحضرتك، هي لغة الموسيقى لغة عالمية، يعني نعم، لغة الصدق يفهمها الجميع. والتفنن في التفاصيل طبعا يوصل للقلب، ده أكيد. واحنا شايفين لحظة صدق جميلة جدا على الهواء دلوقتي وبتوصل للقلب، وانت شايفين دلوقتي في الصورة بتعزفي على الفيولين او على الكمان حالة كده من الفرحة والبهجة على المسرح، وكمان وانت بتقودي الاوركسترا، الدورين دورين مهمين جدا، دور العازف ودور القائد
للأوركسترا إزاي بتبدلي الأدوار دي؟ لأنه لكل دور مهام مختلف عن التاني. أكيد أكيد، وقيدة الأوركسترا فيها أدوار أعم، يعني أنا لما أعزف كمانجة فقط أكون مركزة الأكثر على 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 آلتي، على آلتي الكمان، ولكن في القيادة لازم أكون ملمة بجميع بجميع أجزاء الألات. الأوركسترا، صحيح. بجميع آلات الأوركسترا، لازم أقدم لهم كتابة مخصصة لكل جزء من الآلات النحاسية، للوتريات، للهارموني، لكل هذه، يعني لازم يكون في إلمام عام وشامل لجميع أجزاء الأوركسترا. طيب حابين نعرف منك كمان إيه الحفلات المقرر العمل عليها خلال الفترة اللي جاية، وهل هنشوف مثلا أمل جرميزي موجودة خارج باريس، موجودة في بعض الدول العربية حفلات ليكو أو حفلات ليكي خارج باريس قريب؟ احنا بنشتغل على تصدير مزيكا للبلدان العربية، هي صح مزيكا خلقت في باريس وفي أوروبا عموما، فبنعمل حفلات في أوروبا، حنكون يوم 2 فبراير و 3 فبراير في مسرح تريانون، مسرح عريق جدا في باريس، وتقريبا البطاقات خلصت، يعني في بعض فقط بعض المحلات اللي موجودة، ونحن نشتغل على برمجة مزيكا في البلدان العربية. أكيد رمزيا لازم نرجع للبلدان العربية، بلداننا الأصلية. مايسترو أمل، دخلتي عالم الموسيقى كممارسة يعني كعازفة للكمان، وكمان كأكاديمية وبشكل علمي ومعرفي حصلتي على يعني درجة الدكتوراه من جامعة السوربون العريقة. عايز أسألك على اعتقاد شائع دايما بيقول إنه الموسيقى العربية أو التراث الموسيقي هو تراث بيهتم بالطرب، بالغنى، بالكلام أكتر من الموسيقى الخالصة اللي موجودة طبعا في الغرب زي السيمفونيات اللي احنا بنسمعها. يعني هل فعلا الذوق العربي مختلف تماما عن الذوق الغربي، بنعتمد على الكلمة والغنى والطرب أكتر من تقديم الموسيقى الخالصة فقط؟ صح، هو اللي هو عنا يعني موروث متوارثينها للطرب والتطريب وجمالية الزخارف في الصوت، وجمالية الست أم كلثوم أحسن من عمل ده، بس أنا أعتقد أنه حتى نوصل للعالمية لازم أيضا الدقة في الكتابة، الدقة في التنفيذ، ولازم جمع الاثنين. لا، الطرب شيء مهم في هويتنا الموسيقية العربية، لا يجب أن نتخلى عن الطرب، ولكن يجب أن يكون أيضا مقننا حتى كل أجزاء الأوركسترا تلاقي محل لا تعبر عن الموسيقى، ولتصل الموسيقى إلى العالمية، حتى نجرد أيضا، هو بالتجريد تصل أحيانا إلى العالمية. مايسترو أمل، يعني بعد الردود الإيجابية دي ما شاء الله، وقدرتي توصلي كمان لمكان الحقيقة هايل، وزي ما نقول أول عربية تقدر تصل إنها تقود أوركسترا، إيه الطموح اللي حابة توصلي ليه في المستقبل؟ تحديدا لو هنتكلم عن احياء التراث العربي الموسيقي طبعا بمعايير عالميه. اتمنى انه توصل الموسيقى العربيه الى الجمهور الغربي، اتمنى انه نقدمها. نحن اليوم عايشين في المهجر، ولكن سفراء لثقافتنا العربيه جايين محملين، وكلنا فخر باصولنا، وأتمنى أن نقدمها اليوم، نقدم الموسيقى العربية بأبهى صورها، بأجمل حلالها. أتمنى أنه نرجع أيضا، يرجع الجمهور العربي يستمع إلى العصر الذهبي للموسيقى العربية، حتى ولو أعاد اكتشافها اليوم. نحن نسير، نحن أبناء جيلنا، نحن أبناء اليوم، ويجب تطوير، مواصلة تطوير الموسيقى العربية. أتمنى أنه نكون واعيين، ونكون على علم بأصالتنا، بغنى ثقافتنا، وبتجذرنا في التاريخ. وانت في باريس مايسترو أمل، يعني أخيرا كده شايفة المشهد الموسيقي العربي إزاي؟ يعني بعين الممارس لدور قائد الأوركسترا والعازف كمان، شايفة مشهد الموسيقى عندنا إزاي في العالم العربي؟ في باريس قصدك؟ لا، من باريس شايفة إزاي عندنا دلوقتي؟ إيه اللي ناقص في المشهد الموسيقي العربي؟ نعم،
وصراحة في مبادرات جدا محترمة، ولكن اللي لازم نشتغل عليه هو الدقة. أحيانا نشوف تظاهرات موسيقية ضخمة في العالم العربي بأكثر من 100 عازف، ولكن تفتقد لأدق تفاصيل الأعمال الفنية، فيكون فقط ضخمة العدد بلا لأن التفاصيل هي اللي تعطي صح، نعومة وتعطي رقة وتعطي الطراز الرفيع لشيء ما، صح؟ دائما في طبعا. التفاصيل، الفارق يكون في التفاصيل. فاليوم إن شاء الله هو الأوركسترات، نحن في مزيكا إن مثلا شاء الله. نشتغل ب 35 ل 40 عازف، ولكن نشتغل كثيرا كثيرا على التفاصيل. التفاصيل مهمة جدا، وهي دي اللي التفاصيل في بتخلق التنفيذ، الحاله التفاصيل في الكتابة. الجميله او الحاله الابداعيه الجميله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى نشوف حفلات كده لاوركسترا مزيكا في عواصم عربيه مختلفه. نشكرك امل الجرمازي، اول مايسترو عربيه تقود حفل اساطير الطرب بباريس. كنت معانا عبر زوم من باريس، صباحك كله خير يا رب. مبادرة اتكلم عربي هي واحدة من أهم المبادرات اللي هدفها هو الحفاظ على الهوية المصرية لأبنائنا خارج مصر، واللي قدرت خلال السنوات اللي فاتت إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات، منها مثلا تنظيم مؤتمر إعادة إحياء اللغة العربية ومعرض للخط العربي بمشاركة حوالي 20 طفل من أبنائنا في الخارج. خلينا نعرف تفاصيل أكثر من دكتور جمال مصطفى، المشرف على المكتب الفني لقطاع صندوق التنمية الثقافية. صباح الخير على حضرتك، وبعد التحية لو حضرتك تعرفنا عن الفعاليات والأنشطة اللي تمت، ليه اخترتوا أن يكون الاحتفاء باللغة مع أطفالنا المصريين في الخارج؟ صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. الحقيقة أن اليوم العالمي للغة العربية كان توافق مع المبادرة الرئاسية ليتكلم عربي، وده كان تنسيق ما بين وزارة الهجرة والمكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة ووزارة الثقافة، وتم استضافته في مركز إبداع قصر الأمير طارق. الحقيقة اليوم كان مليء بالفعاليات والأنشطة الخاصة باليوم الخط العربي. كان في جزء منها كمبادرة تكلم عربي، ودي كان بيتبناها وزارة الهجرة، وحضرت معنا معالي وزيرة الهجرة الاحتفالية، وكان معاها مجموعة من أبناء المصريين المقيمين في الخارج واللي كتبوا أسمائهم من خلال مدرسة الخط العربي التابعة لصندوق التنمية الثقافية باللغة العربية، لأن هم طبعا لغتهم الأصلية حاليا هي غير اللغة العربية. والولاد طبعا حسوا بفرق كبير جدا لما تعاملوا مع مفردات اللغة، ولما تواجدوا في مكان أسري زي قصر الأمير طاز اللي هو بيرجع إلى منتصف القرن ال14. طبعا الاحتفاليه ضمت امسيه ثقافيه كانت بتتكلم عن تطور الخط العربي منذ نشاته لحد دلوقتي، وكمان ضمت معرض للخط العربي للفنان خضير البورسعيدي ومجموعه من الخطاطين المصريين، بالاضافه ان احنا جبنا مجموعه من الفنانين التابعين لمدرسه الهدف والتراث التقليدي التابع لصندوق التنميه الثقافيه اللي بداوا ينسجوا وينفذوا الخط العربي على الاواني التطبيقيه، سواء كان على الخزف او طرق على المعادن او في الجص وخلافه. فكان وجبه دسمه جدا من انواع الفنون اللي بتظهر عظمه الخط العربي اللي وصل في العصر العباسي الى 80 نوع، وهو مكون من 6 خطوط رئيسيه. اختتمت الاحتفاليه كانت بطانه الشيخ محمود ياسين الدهامي، وبرده كانت باللغه العربيه. وجبه كانت دسمه لابراز الخط العربي في تعاون ما بين وزاره الثقافه ووزاره الهجره ومكتب اليونسكو في القاهره. جميل، ده شيء عظيم جدا دكتور جمال، ربط ابنائنا بالخارج بجماليات وفنون الخط العربي. عايز اسال حضرتك، ده بيؤثر ازاي على شخصيه ابنائنا في الخارج؟ لانه مش بس تعلم الخط الكتابه بشكل جميل وغيره، لكن ده بيبرز جانب مهم جدا من هويتنا العربيه والمصريه بشكل كبير. ازاي ده بينعكس على شخصيتهم برايك؟ الحقيقه الهويه العربيه والمصريه بالتحديد بالنسبه للاجيال اللي عاشت في الخارج لفترات طويله مهمه جدا، ولذلك كانت المبادره الرئيسيه ليتكلم عربي، وكان ضروري جدا ان احنا نكون متواجدين مع ابنائنا اللي في الخارج
بمختلف الوزارات في عمل مشترك، كمان نستضيفهم لما بيكونوا موجودين في مصر، وده بيتضح في الفعاليات الكتير قوي اللي بتعملها وزارة الثقافة مع كافة الوزارات، سواء كان مع شباب الرياضة أو مع وزارة السياحة والآثار في استضافة الأبنائنا اللي في الخارج. وطبعا ده مهم جدا إن الطفل أو الشاب يكون مرتبط بجذوره وبهويته، وده بنلاقيه في شغف كبير جدا من الولاد سواء كانوا في الخارج أو كانوا موجودين في مصر. وإحنا بنستغل كوزارة الثقافة، ودي تكليفات من معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بأن لازم يكون في تعاون مشترك مع كافة الوزارات نقدر ننفذ الهدف الرئيسي اللي هو رعاية أبنائنا الموجودين في الخارج بكل الوسائل، لأن ما صعب جدا أن وزارة واحدة تتبنى ده. فإحنا بنشتغل مجموعة من الوزارات، والحمد لله في الفترات الأخيرة كان في نتاج كبير جدا لده، وشايفينه باستمرار ومستمرين فيه إن شاء الله في المستقبل. دكتور جمال، حابه برضو اعرف من حضرتك الاقبال او اهتمام حتى اسر المصريين طبعا موجودين بالخارج ان هم يشركوا اطفالهم في مثل هذه المبادرات، نسبه الاقبال او نسبه المشاركه قد ايه، ردود افعال الاطفال قد ايه؟ الحقيقه ان الاطفال طبعا بيبقوا ردود افعالهم قويه جدا، لانه شغوف جدا بنعرف تاريخه خاصه وتراثه، خاصة بأن احنا بننتقل ليه سواء كان من خلال وزارات معنية، من خلال معارض الآثار اللي بتطلع لبره، من خلال الأنشطة اللي بتقيمها السفارات في الخارج، من خلال الأنشطة اللي احنا بنستضيفهم فيها هنا ويكون فيها تعاون مع وزارة الهجرة. فدي كلها بتخلي فيه تواصل مستمر مع الولاد ومع الأسر، وفي إقبال شديد جدا من الأسر، لأن الأسر عايزة يبقى في جذورها موجودة بالنسبة للأطفال. هم وضعوا في أماكن بعيدة عن الوطن، لكن صحيح. هم مرتبطين بالوطن، وطبعا وسائل التواصل الكتير الحالية وفرت برامج كتيرة جدا بنقدر نتواصل معهم مباشرة. يعني شيء جميل جدا ورائع، وكمان اختيار المكان انه المعرض ده يكون في قصر الامير طاز، مكان تراثي واثري كمان بيربط ابنائنا بالخارج بالثقافه المصريه والعربيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال مصطفى، المشرف على المكتب الفني لقطاع صندوق التنميه الثقافيه. مشاهدينا الثامنة صباحا، موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف، تفضل يا دينا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لبحث جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي وإجراءات بناء القدرات الوطنية. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها. بعث الرئيس السيسي ببرقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد. وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للقادة والزعماء عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة، متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما جديدا يحمل الخير والرخاء والسلام لشعوبهم الصديقة ولجميع شعوب العالم. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية على الشريط الساحلي الغربي، واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في الحي الياباني غرب خان يونس. وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيات قصفها العنيف على خان يونس، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المواطنين. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الضوئية شمال شرق خان يونس، كما شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على مناطق عديدة وسط القطاع.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا في دير البلح، مما أدى لاستشهاد 6 مواطنين على الأقل وإصابة العشرات، إضافة لوجود العشرات تحت الركام. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحملة العسكرية الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك أهدافها ومراحلها. وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن أكد الضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين، مشددا على أهمية السماح للمدنيين بالتحرك بأمان بعيدا عن مناطق القتال الدائر. وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا أهمية تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين الباقيين. قال مسؤولون أوكرانيون إن موجات من القصف الروسي وهجمات الطائرات المسيرة استهدفت منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7. كما قصفت القوات الروسية محطة كهرباء قريبة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة 5 عمال وانقطاع التيار الكهربائي عن بلدة كورا خوفو. رصدت وزارة الدفاع التايوانية على مدى الساعات 24 الماضية 8 مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان. وأعلنت الوزارة أيضا أنها رصدت منطادا صينيا في المضيق هو الأحدث ضمن مجموعة من المناطيد، في حين تعلن تايوان أنها تراقب الطقس على الأرجح. وأضافت الوزارة أن المنطاد الذي رصدته بعد عبوره خط المنتصف اتجه شرقا ثم اختفى بعد ساعة، مشيرة إلى أنها أرسلت قواتها لمراقبة الوضع. ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 6.3 من 10 درجة ضرب منطقة تايوان. وأضاف المركز الألماني أن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات. ختام موجز 8 فاصل، ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. Welding Robot Arm ده اسم واحد من المشروعات والابتكارات اللي فازت فيه مسابقة تحدي مصر للصناعة. المشروع ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن زراع آلي لاحم للمعادن، بيتم استخدامه في الصناعات المعدنية المعقدة اللي بتحتاج لدقة عالية جدا. أجمل حاجة في المشروع ده جمانة إنه تم تطوير المشروع وتنفيذه على إيد مصرية وبمواد خام مصرية 100%. خلونا نقرب أكتر من المشروع ونتعرف على تفاصيله من التيم ليدر المهندس أحمد ماهر نبوي. بنصبح عليك يا باشمهندس، صباح الخير. صباح الخير أستاذ محمد، صباح الخير أستاذ جمال، أهلا وسهلا بيك. حابين كده في البداية نعرف تفاصيل أكتر عن المشروع ويلدنج روبوت آرم. والله هو الفكرة بدأت من بداية زيارتنا للمعارض اللي موجودة في مصر، المعارض الصناعية اللي هي بتتعمل في مصر كل سنة، منها معرض ماكتك ده أضخم معرض صناعي على مستوى الشرق الأوسط. فاحنا بدانا ننزل نزور المعارض ديت واحنا في سنه ثانيه تخصص، احنا قسم ميكاترونكس هندسه العاشر، وبدانا نشوف بقى قصه الروبوتكس في مصر ديت هتبقى تنمو معانا ولا القصه ان هي الروبوتكس موجودين فرحانين بيها بعد كده هتنتهي. لقينا ان احنا عدد الشركات بدا يزيد سنه عن الثانيه، في شركات كان اول مثلا 21 كان 4 شركات، بعد كده لقيناهم 6. ففكرنا ان احنا نعمل ويلدنج روبوتك ارم لانه هو اللي اكثر استخداما في الصناعه المصريه عموما. يعني احنا عندنا حاجات كتير جدا بتتلحم وتبقى محتاجه دقه عاليه جدا. على سبيل المثال مثلا عندنا الشاسيه بتاع العربيه، وعندنا مواسير البترول، وعندنا التنكات، وعندنا المواسير اللي هي بتبقى طويله جدا، دي بتبقى محتاجه روبوت هو اللي بيلحم، لان اي ظهور عيوب بخبخه او نحر في اللحام دوت هيؤدي ان تتلف الخامه نفسها، وبالتالي في كوست هيتهدر كتير جدا. بدأنا نسأل بقى الشركات ديت وننزل ايفنتس، يعني نسألهم انتوا الروبوت دوت بيتصنع في مصر ولا بيجي من بره؟ ولو بيجي من بره فانتوا بتعملوا ايه عليه لو هو بيجي من بره؟ فلقينا ان احنا الصناعه المصريه في الروبوتكس ديت مش موجوده، هم بيجيبوا الروبوت دوت استيراد من بره
ويبداوا ايه يبرمجوه حسب استخدام العميل او حسب استخدام المصنع. صحيح. فبدانا بقى سيرش على حته ان احنا نصنع هنا جوه مصر وروبوت يتصنع هنا. بلاش ان انا حته اروح اجيبه من بره ديت واحنا عندنا ناس يعني كفء ان هم يصنعوا حاجه زي كده. قعدنا ما يقرب سنه ونص سيرش في جزئيه الروبوتكس ونذاكر روبوتكس بالتحديد كاينماتكس وفورورد كاينماتكس ويونيفرس وجزء الديزاين لحد ما توصلنا ان احنا بدانا نعمل الديزاين وبدانا نستشير ناس شغالين في روبوتكس اوريدي سواء بره مصر او جوه مصر وبدانا بقى صنعنا وبعد كده بدانا ندخل في جزء بتاع البروجرامينج وانتهاء الى جزء البيزنس وازاي هبيع وازاي هورد وازاي بقى كده يبقى عندي شركه ستارت اب مصريه شغاله في جزء تصنيع الروبوتات الصناعيه وهدفها اكيد يعني مش هيبقى محلي بس انها تورد محلي لا محلي وخارجي. طيب باشمهندس زي ما كنت تتكلم انه يمكن استخدام الروبوت ده او الروبوت ويلدنج روبوت ارم زي ما كنا بنتكلم فكره اللحام للمعادن بيحتاج دقه عاليه جدا في كل الصناعات اللي بيدخل فيها. حابة اعرف منك ازاي قدرتوا تطوروا او حتى تصنعوا هذا الروبوت عشان يكون بدقة وبجودة عالية وكمان هل يعني تم تصنيعه بشكل نهائي او حتى ولا ده بروتوتايب ولسه شغالين عليه؟ هو في الحقيقة احنا صنعنا الجزء دوت اند بروجكت. يعني اند بروجكت يعني انا ممكن اخده احطه على طول جزء صناعي في اي مصنع وابدا استخدمه. احنا اشتغلنا عليه الفكرة في الويلدنج ان انا اوصل للبوينت اللي انا عايز ابدا منها اللحام بسرعة وفي وقت قليل جدا في نفس الوقت ما يحصلش معايا رجلاش في الموتورز او في الحركه نفسها نقل الحركه اللي بيتم في اللينكات دوت حصل. يعني احنا حصل معانا اكيد في المعوقات في النص بس احنا بدانا في طريقه اللي هي الطريقه امبيرو اللي احنا بنجرب وفي حاجات كنا بنسال عنها او نسيرش عنها مش عارفين نوصل لاجابات ان بعض الشركات اللي زي شركه كوكا وديت اكبر شركه روبوتكس موجوده على مستوى العالم بتبقى قافله على نفسها جزئيه ان ما حدش هيوصل نقل الحركه دي. ولما لقينا ان في 6 شركات عالميه كلهم في نقل الحركه مختلفين فاحنا حاولنا ان احنا نستخدم استيبر موتورز عاديه مع تايمنج بيلت عشان ما يبقاش في عندي ان انا افوت الحركه. فاحنا عندنا الديزاين من تحت حديد عادي ستيل 37 ما فيهوش اي مشكله واللينكات اللي فوق الومنيا ديت فالروبوت نفسه بيتحرك خفيف من فوق فانا مش ما عنديش الوزن اللي هو يخلي الموتور يفقد حركه او يفقد ستيب وهو بيتحرك فيحصل عندي مشكله في اللحام. في ميكس ما بين الخامات الماتيريالز نفسها مش واحد في اختلاف في الماتيريالز كل خامه حاطينها حسب الفانكشن بتاعتها. بدانا في الجزء البروجرامنج ان احنا نستخدم اللغه اللي هي بتستخدمها الشركات الروس اللي هي اختصار لروبوتكس اوبريتنج سيستم وكان معانا حد زي بارتنر لينا في جزء الروبوت الروس دوت بيشرحه لنا وبعد كده بدانا ان احنا نست على خامات هادر عاديه ولحد ما ونظبط السحب بتاع المكنه التيار مع الفولت لحد ما يلحم الخامه اللي قدامي يبقى الخط بتاع اللحام دوت مظبوط وفي نفس الوقت ما فيهوش عيوب. كان معانا برضو جبت حد لحام يبص على خط اللحام ويديني يعمل لي انسبكشن عليه وفي بعض الشركات اتواصلت معانا وشافت. ده كان سؤالي ليك دلوقتي باشمهندس احمد لانه المنتج اللي بنتكلم عنه دلوقتي ده منتج اكيد محتاجاه مصانع كتيره قوي في مصر. القطاع الصناعي قطاع يعني بدا يعني ينشط بشكل كبير بنشوف مصانع كتيره بتدخل فيها الامور الخاصه باللحام. سؤالي ليك يا باشمهندس ازاي تم يعني التنسيق مع القطاع الصناعي عندنا المصانع تسويق لهذا المنتج اللي اكيد في مصانع كتيره محتاجه تدخلوا فيها؟ والله هو احنا عندنا قصه نجاح سابقه قبل كده كانت بدات 2019 كان شباب عندنا في الكليه عملوا برضه روبوت ارم بس بيعمل بيك اند بليس يعني بيشيل منتج من على سير يحطه على يرص على طبليه وكانت دعمتهم اكاديميه البحث العلمي احنا كنا يعني ماشيين وراهم خطوه بخطوه انتوا عملتوا ازاي الجزء ده خدت عليه براءه اختراع وازاي جبتوا فند ليه وازاي بعد كده طورتوه هم كانوا عاملين بروتوتايب احنا قررنا نعمل حاجه انتوا بروجكت عادي. احنا كان بقى لنا 3 سنين ناس شغالين اوريدي في المصانع قبل ما نتخرج عارفين الجزئيه ديت ازاي اخليها تبقى خلاص فاينل بروجكت مش بروتوتايب. فبدانا نوصل للمصانع اللي هي محتاجه ويلدنج روبوتك ارم نقول له احنا عاملين روبوت ارم مواصفاته 1 2 3 والروبوت ده بيعمل كذا 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 انا عايز اخد من عندك شهاده ان الروبوت دوت الاعتماديه بتاعته كويسه وتقدر تعتمد عليه في الصناعه عندك. فكان ردود مرحبين بالفكره
وعرضوا ان احنا هناخد الروبوت دوت لتستو عندنا في المصنع لمده اسبوعين او مده شهر، وبعد كده هقول لك اذا كان في عيوب او لا، ولو في حاجه عايز تشتغل عليها هقول لك ان الخط اللحام كذا كذا. لكن انا وريته العينات اللي كانت طالعه معايا من اللحام، كانت عينات مش وحشه ومش هي اللي خلاص الفاينل، بس كويسه جدا. كمان الهيئه العربيه للتصنيع بتنسق معانا حاليا زي برزنتيشن ان انا هعرض الروبوت دوت عنده، وهم هيتبنوا فكره الديفلوبمنت اللي هيحصل عليه في البروجرامنج. احنا محتاجين مثلا نغير نوع موتورز معين، فهو هيتبنى الفكره دي، هو تبناها بناء على البروبوزال اللي احنا مقدمينه وبناء على العينات اللي طالعه من اللحام اللي موجوده معاه. فالفكره ان انا صورت المنتج اللي طالع من الروبوت، وصورت الروبوت نفسه وهو بيلحم، والكنترول نفسه بشرح له ان الكنترول بتاعه الروبوت عندي هيبقى عباره عن جويستيك، بس انا اوريدي انا حاليا بتحكم في الروبوت عن طريق كود عادي طالع من اللاب. كان بعض التعليقات اللي كانت جايه لي ان احنا عايزين نغير الطريقه من اللاب للجويستيك. الجويستيك كده عباره عن زي ريموت كنترول كده بيمسكه التكنيشن في ايده ويبدا من خلاله يتحكم في الروبوت. تمام، نشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس احمد ماهر نبوي تيم ليدر مشروع ويلدنج روبوت ارم، كل الشكر طبعا، وبنحيي حضرتك وبنحيي التيم كمان او فريق العمل اللي اشتغل على اخراج هذا المشروع، شكرا ليك. مع دخول فصل الشتاء يا جمانة، ناس كتير جدا بتعاني من التهابات في العيون بسبب الحساسية اللي بتكون نتيجة الأتربة والرياح اللي موجودة طوال فترة الشتاء. للأسف الفترة دي دايما بتبقى فترة التنقل ما بين الفصول، يعني كتير مننا بيصاب بأمراض الحساسية، وخصوصا الناس اللي عندهم حساسية أيضا بيبقى يعني عندهم مشكلة في التعرض للأتربة والرمال خلال الفترة دي، بيحاولوا طول الوقت يعرفوا إزاي يتجنبوا الحساسية والالتهابات. خلينا نعرف كيفية التعامل مع الالتهابات والحساسية، كمان التأثيرات السلبية لمصابي السكر على العيون خلال فصل الشتاء، من دكتور إيهاب سعد عثمان أستاذ العيون بكلية طب قصر العيني. صباح الخير لحضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذ جمال، صباح الخير يا محمد. صباح النور يا فندم. اهلا بك. يعني موضوع حساسيه العيون بصراحه بيبقى صعب جدا ان كان للاطفال او الكبار، وبيبقى مؤلم وبيضايق حتى في الرؤيه، ويعني مش حاجه بسيطه، يعني بتبقى فعلا شيء بيضايق يعني الشخص المصاب بهذه الحساسيه. عايز اعرف من حضرتك ازاي ممكن يتم التعامل مع حساسيه العيون، وهل بيبقى الشخص مصاب بالحساسيه ولا ممكن حد ما عندوش اصلا حساسيه ويبتدي يشعر بألم في عينه أو أن عينه مش مريحاه أو في زي رملة أو بيبقى فيه أصليها، يعني أعتقد أعراض كتير قوي حساسية العين ده لو أنا كلامي صح يعني. أسئلة حضرتك صح جدا وكتير جدا، يعني هحاول أجاوب عليها في هذا الوقت المتاح. أول حاجة إحنا بنتكلم على أن الحساسية استعداد وراثي. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا والدي كان عنده رب، أو والدتي كان عندها حساسية على الجلد، أو جده كان عنده حساسية على العين، فالاستعداد الوراثي ينقل، ولكن ظهور الأعراض هي دي اللي بتبقى مرتبطة بالبيئة اللي حوالينا. يعني اللي زي ما ذكر من شوية كده، إن فعلا تغيير المواسم بيظهر فيها قوة الجسم على تحمل هذا التغيير وبتظهر الأعراض. الحساسية يعني بنقسمها لنوعين، حساسية شائعة اللي الناس بتتكلم عليها في طول الوقت، معناها حمرا شويه، انا عندي احساس بجسم غريب في العين، بتجمع شويتين كده ما بطلع في الهواء، ولكن الحكه في العين ما بتبقاش عرض رئيسي. والحساسيه اللي هي الموسميه او الرمض الربيعي اللي هو بيبقى فيه الحكه عرض كبير ورئيسي، ده اللي بيجي في الاطفال بيبتدي، وده اللي بيبقى له الاستعداد الوراثي، وده اللي بيظهر في العين كحكة جديدة. الواحد بيستلذ ان هو يدعك في عينه وبيطلع مادة مخاطية كده بتبط زي الاستك، وعينيه محمرة، وبيبقى في اوقات مش طايق النور، ودي ليها مشاكل كتيرة بقى على العين، سواء من الحكة نفسها او من العلاج. الحساسية البسيطة اللي هي عندنا كلنا نتيجة التراب وكده، دي علاجها بسيط، ويتمثل في ان احنا نعطيني بسطح العين ان احنا نغسل عينينا حتى بمية الحنفية العادية او بقطرات مرطبة. ده يكفي ان هو يضيع الاعراض اللي بتيجي نتيجه تعرضنا للاتربه والشمس وتركيزنا كتير في الكمبيوتر وفي الاجهزه اللي في ايدينا، اللي ده بيؤدي الى جفاف وشعور
بجسم غريب والواحد متضايق شويه. لكن الحكه بقى اللي هي رمض ربيعي او الحساسيه الموسميه سببها الرئيسي هنا مش الاتربه، سببها الرئيسي الاشعه فوق البنفسجيه. ورغم ان هو اسمها رمض ربيعي الا انها بتيجي في الوقت ده من السنه وبتيجي في مدخل الربيع، فهي ليها وقتين. ودي زي ما قلت حضرتك كده علاجها قد يؤدي الى مشاكل لو لم ننتبه، وهي نفسها تؤدي الى مشاكل. صح. طبعا ده لا غنى طبعا زي ما حضرتك قلت يا دكتور ايهاب على فكره الغسل المستمر والتنظيف المستمر بالمياه العاديه للوجه وللعيون، ده مهم جدا نعمله بشكل مستمر. عايز اسال حضرتك يعني مرضى السكر، يعني هل في تاثير اكتر للاصابه بالحساسيه والتهابات العيون على مرضى السكر بشكل سلبي عن غيرهم من يعني اصحاب الامراض الاخرى؟ طبعا مريض السكر ده مريض هش، بالذات لو هو سكره مش منضبط. يعني لو سكره مرتفع، تخيل ان احنا كل الانسجه كل السوائل بتاع جسمك، السوائل اللي في العين، السوائل اللي في المعده، التعرض الجلد نفسه وتاثيره والتئامه، كل دي فيها سكر زياده، والسكر زياده ده وسط لنمو الـ يعني الميكروبات، ووسط ل يعني ان الامور تبقى مش احسن حاجه في الدنيا. صح. لو اصيب حتى بجرح في ايده او جرح في سطح العين، او حتى احنا هنعمل له اجراء جراحي. فمرضى السكر اللي هنعمل مثلا هنعمل لهم بيضه او هنعمل لهم ساعات تصحيح ابصار او عمليات اخرى في العين، يجب ان ينضبط السكر في قبل الاجراء. ودايما رقم 200 رقم مهم، دايما بنقول المرضى ان السكر بعد الاكل لازم يكون اقل من 200 علشان نقدر نعمل اي اجراء جراحي ونقلل حجم المضاعفات ونسرع التئام الجرح. وكمان بناخد بالنا من بقيه الادويه من الضغط. طبعا التدخين لمريض السكر يؤثر تاثير مباشر على مش بس الشبكيه في العين اللي احنا بنقدر نشوفها، ولكن على شبكه الاوعيه الدمويه الكتيره قوي اللي موجوده بجسمه. عشان كده الكلى بتتاثر، الاعصاب بتتاثر، الجهاز الهضمي بتتاثر، القلب بتتاثر، كل الجسم بيتاثر نتيجه الاهمال المزمن في مرض السكر. طيب دكتور، يمكن الحقيقه مؤخرا بقينا في ناس اللي بتلبس عدسات لاصقه، في ناس اللي عامله عمليات تصحيح ابصار في عينها، دي اعتقد عينها بتبقى الى حد ما كمان حساسه بشكل زياده شويه حتى لو ما عندهمش حساسيه يعني ورسايه زي ما حضرتك تحدثت. المفروض يتعاملوا ازاي؟ يعني المفروض لو هنقول الروتين او طريقه التعامل حتى مع عينهم بتكون عامله ازاي؟ هل في قطرات معينه المفروض يستخدموها باستمرار؟ لان انا اعرف انه في حتى بعض القطرات للاسف لما بنفرط في استخدامها يعني بتسبب زي ادمان للعين، يعني ممكن تفضل حمراء لو ما تمش استخدام القطره دي بعد فتره. هل الكلام ده صح ولا لا؟ وازاي يتعاملوا الاشخاص دي، ازاي تتعامل مع عينها؟ والله يا استاذ جمانه اسئلتك في منتهى الاهميه في الدنيا. خلينا نتكلم عن العدسات اللاصقه كسبب مباشر للحساسيه. العدسات اللاصقه بتعمل في نسبه كبيره جدا من الناس حساسيه لسببين: تراكم البروتينات وتراكم الاتربه على العدسه اللاصقه، مجهولة المصدر كمان. خد بالك في مشكله كبيره جدا طبعا. من ان هي يعني دلوقتي الكوافيرات بتطلع بتفتح الدورك وتدي عدسه لاصقه للبنات الصغيرين وهم رايحين يعملوا شعرهم. صحيح. وللاسف الصيدليات بتبيع بعدسات لاصقه بطريقه مخالفه للقانون. القانون المصري معمول في السبعينات وده قانون صلد يعني، وكذلك بعض محلات النظارات. وده في منتهى الخطوره اللي في الدنيا، لان حاول اللوبي العدسات في امريكا من سنين يخلي العدسات الملونه حتى مواد تتباع في السوبر ماركتات زي الاسبرين وزي غيره. رفضت جمعيه العيون الامريكيه وقالت دي مواد حساسه سوء استخدامها قد يؤدي الى العمى. فالقانون المصري طلع قبل ده من السبعينات لتنظيم شؤون العدسات اللاصقه انها لا تصرف الا بواسطه طبيب. والحقيقه الدور الرقابي لوزاره الصحه لازم يفعل جدا جدا، ويعني ان في ان العدسات مجهوله المصدر اللي هي بتتباع في كل حته دي يعني 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 ما ينفعش خالص خالص. وانا اعتقد لو اتقفلت صيدليه بتبيع عدسات او اتقفل محل بيبيع عدسات او اتعاقب حد غير طبيب عيون متخصص، وده مهم جدا جدا. احنا هنضبط حالنا وهنقلل فقد حاله او حالتين شهريا او ثلاث حالات شهريا بتفقد ابصارها نتيجه الحاجات اللي عدسات دي. دي نسبه عاليه قوي يا دكتور، يعني دي نسبه مش بسيطه. وبتيجي فين؟ بتيجي في بنات زي الورد، بنات يبقى 14 و15 و16 سنه
راحوا خارجين مع اصحابهم بالليل وراحت الكوافير، والنهارده في حفله حد راح فتح الدرج ده عدسه، حتى تلاقي اللون بتاع العدسه بيتساقط. ما نعرفش الحاجات دي جايبينها منين، ويكون السعر هو ان هي رخيصه وان هي موجوده وان هي متاحه، هو ده الموتيفيشن القصه. في اعراض مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها احنا نفسنا على الاطلسه. لو انا ابتديت اهرش اهرش يبقى لازم اشيل عدسه، لو نظري اتغير، لو حصل الم في العين من الضوء وحساسيه من الضوء وفي دموع نزلت مع احمرار، اشيل العدسه وارميها، مش مهم خالص، لان ده يساوي ان جالك قرحه وانت لازم تروح للطبيب الايه المعالج. الحاجه الثانيه المهمه سوء استخدام القطرات. صحيح. الكثير كثير من الناس المرضى لو رجعنا مرجوعنا الرمد الربيعي والعدسات اللاصقه بيستخدموا كتير منهم قطرات كورتيزون. قطره الكورتيزون قطره مهمه جدا جدا لصحه العين، ولكن بتستخدم لفتره محدوده، انواع احنا عارفينها معينه، لان سوء الاستخدام بيؤدي الى في بعض الناس اللي عندهم استعداد لارتفاع ضغط العين، يعني جلوكوما ميه زرقاء وفقدان العصب البصري وتكوين مياه بيضاء. وبرده للاسف بيجي لنا شباب صغيرين، الام راحت للدكتور بابنها اللي عنده حساسيه لدور الشرايين واداها مره واثنين وثلاثه القطرات، فبقت القطرات بتاعتنا زي مجموعه البرد كده، كل ما تجيله برد يروح جايب له دواء البرد. وتيجي الولد عنده 13 14 سنه فقد عين، العصب البصري انتهى، فين ضغط العين مرتفع ارتفاع مزمن وهو ما يعرفش، ما اشتكاش. فدي مشكله كبيره جدا جدا. الحاجه الثانيه المهمه برضو لو تسمحوا لي، في عجالة الحكه بتاعه العين نتيجه الحساسيه او رمض الربيعي او الحساسيه الموسميه، هرش العين ده لقيناه مرتبط ارتباط وثيق بالقرنيه المخروطيه. واصبح دلوقتي في العالم في الوقت ده من السنه شهر اكتوبر بالذات، اللي هي مكافحه العمى، وقت مكافحه العمى، بنعمل حملات منهده بطلوا تهرشوا في عينيكم، لان اتطورت العين بالرنين المغناطيسي، والواحد بيحكها الانبعاج اللي بيحصل نتيجه ضغط الايد على العين بصفه مزمنه يؤدي الى تمدد في القرنيه، وبرضه ده سبب رئيسي من فقدان الابصار. عشان كده في بلاد زي مناطقنا، منطقه الشرق الاوسط اللي بتكثر فيها الاشعه فوق البنفسجيه والشمس، نسبه القرنيه المخروطيه عاليه جدا، وده سبب مباشر للحكه بتاعت العين. اللي بننظم حملات ممنهجه نقول يا جماعه نوعي بيها الناس، يا جماعه ما تهرشوش في عينكم، تعالوا نعالج الحساسيه بسرعه، نستخدم القطرات بحكمه والوقت محدود علشان ما يحصلش مضاعفات، يا اما من العلاج يا اما من سوء استخدام العلاج، انا اسف، يا اما من الهرش المستمر على العين. ودي بالاسف عاده بنخطئ جدا، يعني بنمارسها كثيرا من غير ما ناخد بالنا ان احنا نهرش في عينينا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا بجد، يعني معلومات مهمه جدا ونصايح مهمه جدا لينا جميعا ازاي نتعامل مع الحساسيه. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور ايهاب عثمان، استاذ العيون بكليه طب قصر العيني، ودايما يا رب كده العين عليها حارس زي ما بيقولوا. شكرا طبعا، ده بنشكر حضرتك يا دكتور. ومشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر طلب تقرير مفصل عن بيانات وارقام جميع اللاعبين المحترفين ومزدوج الجنسيه بمعسكر منتخب الشباب المقام حاليا في القاهره، وبيرغب فيتوريا في جمع معلومات كامله عن اللاعبين لمعرفه امكانيه الاستفاده من المميزين منهم في كاس العالم 2026 اللي بيعتبر الهدف الأساسي لفيتوريا. أيضا روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر حدد يوم 9 يناير المقبل موعدا لسفر بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، ويأتي قرار فيتوريا من أجل منح اللاعبين أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر الإعداد لخوض مباريات البطولة. لاعبو مودرن فيوتشر خاضوا الميران الأول امبارح بالإمارات استعدادا لمواجهة بيراميدز في اللقاء اللي هيجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المصري.
بعثت فريق الأهلي وصلت الإمارات قادمة من السعودية للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بعد الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية. وبيستعد الأهلي لخوض بطولة السوبر المصري اللي هيبدأها بمواجهة سيراميكا، ويلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر على لقب السوبر المصري. فريق الترسانة فاز على غزل المحلة بنتيجة 2-0 في المباراة لجمعتهم باستاد المحلة، يتأهل الشواكيش لدور ال 32 لبطولة كأس مصر. فريق ليفربول المحترف ضمن صفوف النجم المصري محمد صلاح تعادل مع نادي أرسنال بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب أنفيلد امبارح في قمة الجولة 18 لمنافسات مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز. وبكده بيحتل فريق أرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 39 نقطة. فريق ويست هام فاز على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب لندن الأولمبي امبارح، ده ضمن مباريات الجولة 18 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وبالنتيجة دي تراجع مانشستر يونايتد للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما ارتقى ويست هام إلى المركز السادس في ترتيب البريمير ليج برصيد 30 نقطة. فريق توتنهام حقق فوز مهم على إيفرتون بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح باستاد توتنهام هوتسبير، ده ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي رفع فريق توتنهام رصيده للنقطة 36 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 16 في المركز 16. فريق طرابزون سبور اللي بينضم ضمن صفوفه الدولي محمود حسن تريزيجيه تعادل مع فريق اسطنبول باشاك شهير بنتيجة 1-1 ده خلال المباراة اللي أقيمت بينهم في الجولة 17 من منافسات الدوري التركي. وبالنتيجة دي بيحتل طرابزون سبور المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما يحتل فريق اسطنبول باشاك شهير المركز 13 برصيد 19 نقطة. نادي نابولي الإيطالي أعلن امبارح بشكل رسمي تمديد عقد المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين حتى صيف عام 2026. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمعة ومحمد علشان نكمل معكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرك يا دينا، شكرا جزيلا. يمكن الأخبار الرياضية في خبر من ضمنها خبر مهم جدا جدا جدا، النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي دخل ضمن قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي البريمير ليج. نشرت رابطة الدوري الإنجليزي صورة لمحمد صلاح عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها نجمنا المصري في المركز العاشر بقائمة تاريخية لهدافي البريمير ليج، وعلقت الرابطة ضمن قائمة أعظم 10 هدافين في تاريخ البريمير ليج، رائع محمد صلاح. حقيقة خبر مهم جدا جدا ومبهج جدا جدا. النهاردة تواجد محمد صلاح في المركز العاشر برصيد 151، بينما يتصدر ألان شيرر القائمة بإجمالي 260 هدف، وده بعد إحرازه لهدف ليفربول امبارح أمام أرسنال في المباراة اللي اتلعبت على ملعب أنفيلد في قمة الجولة أو 18 بالدوري الإنجليزي. كمان موقع أوبتا المتخصص في إحصاءات كرة القدم، محمد صلاح أكد أنه ساهم بشكل كبير جدا ومباشر في 121 هدف في 120 مباراة في البريمير ليج بواقع 88 هدف 33 تمريرة حاسمة، بكده يكون أكتر من أي لاعب آخر في ليفربول متفوقا على الثنائي ستيفن جيرارد ب 120 وروبي فاولر ب 100. يعني حتى طبعا يعني انتصارات كمحمد صلاح المتتاليه ولسه هنتابع بقى كمان، يعني اكيد دي مش هتكون اخر الاحصاءات لمحمد صلاح،
كلنا طبعا فخورين جدا بالنجم المصري محمد صلاح، ونتمنى ان يكون في نماذج كتير كمان زي محمد صلاح عشان احنا نقدر فعلا نعمل ده. بس الفكره في العقليه وفي الاستمراريه والالتزام. على اي حال خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر، وزي ما كنا بنتكلم معاكم انه بيبقى في دول مثلا زي المملكه المتحده بيكون في ربط بين عيد الميلاد وتساقط الثلوج. يعني مثلا في اجواء بتبدا كده، بتبدا اجواء العيد مع تساقط الثلوج من يوم 25 ديسمبر، لكن في دول تانية في اوروبا هيكون فيها اعياد الميلاد السنه دي بلا ثلوج. ده بسبب ايه؟ التغيرات المناخيه زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه، التغيرات المناخيه، ارتفاع درجات حراره الارض والبحر في قاره اوروبا. اعياد الميلاد ده شكلها هتختلف بالتاثر من التغيرات المناخيه الفتره اللي جايه. تعالوا نعرف تفاصيل اكتر ازاي التغيرات المناخيه دي بتؤثر على احتفالات العالم باعياد الميلاد مع ضيفنا الدكتور علاء سرحان استاذ اقتصاديات البيئه اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. في البدايه نسال حضرتك، دول اوروبيه هتشهد سقوط ثلوج ودول اخرى لن تشهد سقوط ثلوج مع احتفالات اعياد الميلاد، تغيرات المناخ بتؤثر ازاي في هذا الموضوع؟ وفعلا احنا امام طقس بيتغير بشكل كبير خلال السنوات اللي جايه اعتمادا على ما يحدث من تغيرات مناخيه. طب هو الحقيقه لحضرتك السؤال يعني اجابته معقده شويه. ليه؟ لان هي موضوع التغيرات المناخيه عامه هو موضوع معقد، لان في داخل فيه ظروف وعوامل كثيره، ولكن خلينا حضرتك نتناول الحقائق او الفاكتس. أولاً موضوع الكريسماس الأبيض أو عيد الميلاد الأبيض اللي هو وايت كريسماس، معروفة في أوروبا حضرتك أن هناك دول لها أي يعني في سنوات بتيجي فيها الكريسماس بيبقى اللي هو بيتساقط فيه الثلوج وبيبقى عيد الميلاد الأبيض زي ما يطلق عليه، ودي بيحسبوها وبيعرفوا ان في دول مثلا في اخر 20 المملكه المتحده على سبيل المثال في سنوات كانت فيها عيد ميلاد ابيض وفي سنوات تانية ما جاتش وفي دول اخرى ما جاتلاش. طبعا هو اوروبا يعني تقليديا هي اللي بيجي لها ثلوج عن نصف الكره الجنوبي، لان نصف الكره الجنوبي زي مثلا استراليا ونيوزيلاند بتيجي في الصيف فصل الصيف، فما فيش طبعا، وان كان طبعا الكروتة المعايدة والاحتفالية هناك عندهم دايما يعني بيحاولوا ان يقولوا ان هو عيد ميلاد ابيض اللي فيه كريسمس، ولكن دي ثقافة وليس لها اي علاقة بالعوامل بالواقع. طيب اللي حصل حضرتك طبعا مما لا شك فيه ان بسبب التغيرات المناخية قلت الايام تساقط الثلوج في قارة اوروبا. أنا مش هتكلم على أمريكا الشمالية دلوقتي لأن لها وضع تاني. تمام. بالنسبة لأوروبا اللي هي طبعا حجمها أصغر بكتير من أمريكا الشمالية، فالمناخ بتاعها عامة أو الأحوال الجوية فيها متشابهة إلى حد ما، غير طبعا أمريكا الشمالية. أمريكا الشمالية أكبر، ويعني كندا مثلا تعتبر تاني أكبر لاند ماس أو مساحة أرض في العالم، وإن كان جزء منها كبير مجمع، لكن دي قصة تانية هنجيلها دلوقتي. بالنسبة لأوروبا حضرتك دايما احنا بنقول ان ليس كل يعني ارتباط احصائي له سببيه، causation does not mean causality، يعني ان لو ما تساقطش الثلوج في اوروبا او في اي دوله او في اي قاره ليس هذا بالضروره ان يكون بسبب تغيرات المناخ، ولكن هناك ادله علميه دامغه هنا بقى السببيه ان بسبب التغيرات المناخيه وارتفاع درجات الحرارة المتوسطة، نحط تحت المتوسطة دي خطين لكوكب الأرض ككل، احنا وصلنا دلوقتي يا حضرتك حوالي 1.46 درجة مئوية أعلى من ما قبل الثورة الصناعية سواء الأولى أو الثانية. يعني حوالي درجة ونص مثلا؟ هي درجة ونص، يعني أنا بس بحاول إن أنا أقولها بدقة علمية بدقة شوية، لكن هي درجة ونص حضرتك. فدي طبعا معناها إن 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 هيحصل ما يطلق عليه بي اكستريم ويذر ايفنتس اللي هي اللي هناك التطرف. انا ما بحبش استعمل كلمه التطرف ولكن هي دي الحقيقه الترجمه اللي انا مش بستعملها، التطرف في العوامل او الظروف الجويه. تمام. ما بين حراره شديده وجفاف الى سيول وامطار عارمه جدا، فهو هنلاقي مثلا ان فصل الصيف في دول كثيره بيبقى حر كتير
وفصل الشتاء بيبقى ممكن يكون بارد أكثر قسوة في البرودة، فهي دي اللي ما نتوقعه من التغيرات المناخية. بالنسبة للولايات المتحدة وشمال أمريكا الشمالية، الحقيقة الوضع مختلف شوية، إن هناك مدن وولايات احنا عارفين ان هي دايما فيها عيد ميلاد ابيض، وعارفين وثقافة يعني معروفة ان عيد ميلاد بيجي ابيض، ابتدت تقل فيها السنوات اللي بتيجي في احنا بنتكلم على فترة حضرتك معينة اللي هي ديسمبر، ما بين 24 ديسمبر والى نهاية السنة، يعني قلت فيها الايام اللي بتيجي فيها او تتساقط فيها الثلوج، ولكن في مدن أخرى وولايات أخرى ابتدت تيجي فيها تتساقط فيها الثلوج. فإحنا بنلاقي إيه؟ أن هناك اختلافات في درجات الحرارة وفي العوامل الجوية، مش بنتكلم على المناخ أو إيه، المناخ هيبقى أطول، بنتكلم على 30-40 سنة، لكن حاليا ما يحدث أن هناك اختلافات. وعلى فكرة مع ارتفاع درجات الحرارة في سواء خاصة في المناطق اللي فيها مسطحات مائية بتزداد نسبة الرطوبة عالية، فلما بتقل درجة حرارة بسبب السايكل أو دورة المية اللي هي الهيدروسايكل بتتساقط أمطار، عشان كده بيجي سيول كتيرة. يعني نقول على طب برضو فكرة السيول والأعاصير وغيره، ما دي كلها مرتبطة بالتغير، مرتبطة بيها تماما حضرتك، مرتبطة بيها. دكتور يعني هل حديث حضرتك ده يفسر أنه المناطق الجبلية زي مثلا جبال الألب البلقان بيتزايد فيها تساقط الثلوج؟ طيب هو حضرتك في دراسة اتعملت في 2020 بتقول ان زي مثلا الألب اللي هي جبال الألب وكده، ان كمية الثلوج فيها قلت ولكن ليست يعني ما اختفتش، هي بتقل. وعلى فكرة حضرتك احنا زمان من سنوات طويلة كنا بنروح المناطق دي نلاقي ان في سنة منها ما جاش فيها تلج، او التلج مش موجود فيها بالكثرة اللي ممكن الناس تتزلج فيها عليه. فيعني هي كانت موجودة زمان، بس التردد الفريكونسي، التردد والحدة بتاعت التغيرات المناخية ادت الى تتسارع وتتزايد الفكرة بتاعت ان الجو بيتغير، وإن إحنا لازم نحاول نتأقلم مع ما هو موجود. يعني اللي كان بيحب يتساحل على التلج في هذه المناطق لازم إن هو هيبتدي يغير الأنماط بتاعته بحيث يدور على مناطق أخرى يقدر يعرف إنذار مبكر عن إمتى تتساقط التلوج وإمتى هو يقدر يخطط نفسه. فهي بتختلف كلايف ستايل وأيضا كثقافة نمط حياة، وأيضا كثقافة شعوب. الثقافة بتاعت الشعوب بتقول لو العيد ميلاد هيبقى أبيض، يمكن شوية بشوية، مش لازم يبقى عيد ميلاد أبيض قوي، يمكن يقدر يكون في شيفت أو انتقال من فكر معين إلى فكر آخر بما يتماشى مع ما يحدث حولنا من عوامل جوية مختلفة. طب دكتور علاء، ممكن التعامل مع بعض التغيرات المناخية في الإطار البسيط، يعني مش اللي هي نقدر نقول عليها ظواهر مناخية عنيفة، نعم، مع الظواهر المناخية العنيفة زي الأعاصير، وإحنا شفنا خلال الفترة الماضية في أكتر من مكان في العالم أعاصير شديدة جدا، نعم. يعني هنا بتبرز أهمية أجهزة الإنذار المبكر، نعم، وأنظمة التنبؤ، نعم، بهذه الظواهر المناخية العنيفة. حضرتك أستاذ في اقتصاديات البيئة، إلى أي مدى بيتم تطبيق مثل هذه الأنظمة، وإزاي ممكن تحمي الإنذار المبكر من عواقب بتكون شديدة جدا إذا لم تكن تعمل بشكل جيد؟ طيب هو يا فندم حضرتك لازم نفرق ما بين حاجتين، أن هناك ظواهر بتحدث في المدى الطويل اللي هي زي ارتفاع مستوى سطح البحر، دي بتحصل على سنوات طويلة، ولكن الأعاصير والسيول وكل هذه الظواهر اللي هي يعني ما يطلق عليه غضب الطبيعة، انت يعني التعبير الشائع، لو قلنا التعبير الشائع، ان دي بتحصل ممكن في يومين او ثلاثة او يمكن حتى في ساعات. قدرة الدولة او قدرة الأجهزة المناخية والجوية ان هي تقدر ترصد هذه الظواهر قبل وقوعها بتوفر حضرتك موارد مالية كتيرة جدا، بتوفر جهد كبير جدا، وده استثمار، لان حضرتك لما بتحمي المنشآت والافراد فدي حاجه مهمه جدا. الحمد لله احنا في السنوات اللي فاتت مع وجود اقمار صناعيه قويه جدا وبقت بتجيب ريزولوشن قوي قوي، ومع وجود نماذج محاكاه سيميليشن مودلز وكمبيوتر سوفت وير كتير،
قدرنا حضرتك ان على الارض ناخد هذه الصور ونركب ونقدر نحطها مع نماذج المحاكمه بحيث ان احنا نقدر نعرف الاعاصير جايه امتى. ودي مهمه جدا جدا، لان من الممكن ان احنا بناخد كاجهزه دوله بناخد يعني اجراءات حمائيه استباقيه بناء على المعلومات اللي عندنا. وعلى فكره يا فندم، هي طبعا دي كلها نماذج محاكاه، يعني ممكن تختلف سرعه الرياح، تروح الرياح تروح شماليه شرقيه، فما تجيش قوي عندنا، او الاضرار ما تبقاش زي ما توقعنا. ولكن احنا بنقول ايه؟ ده مبدا الاخذ بالاحوط اللي هو البريكوشن برنسبل. ان ايه؟ زي بوليسه التامين، انت حضرتك السياره بتاعت حضرتك، حضرتك بتطلع عليها بوليسه التامين، ليس بالضروره ان انا رايح علشان عايز اعمل حوادث او متوقع ان انا، ولكن هي مجرد ان انا بامن نفسي وبامن منشاتي وبامن الناس، وبتوفر لي اقتصاديا وبشريا، يعني بتوفر لك كتير. فاجهزه الانذار المبكر، سؤال يعني الاجابه المختصره على سؤالك، هامه جدا جدا جدا، وكل شويه نحن نتقدم. وعلى فكره الدوله المصريه قامت باجراءات استباقيه كتير علشان خاطر موضوع ارتفاع مستوى سطح البحر مثلا، وعملنا مصدات مياه، وعملنا عشان الملوحه ما تخش، الملوحه من البحر ما تخشش وتبوظ الزراعات وكده. ففي اجراءات طبعا اخذناها، لكن هل ممكن في اجراءات اكتر؟ مع تطور البحث العلمي ومع تطور اجهزه الرصد والمراقبه، اعتقد ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل اكتر. طيب دكتور، هل كل الظواهر الطبيعيه يمكن التنبؤ بيها، ولا في بعض الظواهر صعب التنبؤ بيها؟ يعني يقال ان الزلازل مثلا على سبيل المثال لا يمكن توقعها. حضرتك مثلا، الحقيقه دي مش منطقتي قوي، لكن انا هحاول بقدر الامكان على قد المعلومات المتواضعه اللي عندي. في طبعا حاجات من الممكن التنبؤ بيها، زي مثلا العواصف وكده، انها بتطلع من مثلا على سبيل المثال من المحيطات او من البحار بسبب منخفض جوي مع سرعه دوران هواء معينه. فمن الوانس ان هي ابتدت تتكون هذه الظروف، بتبتدي اجهزه الرصد بتعملها بتتابعها وتقدر ان هي تعمل سيميوليشن لمحاكاه للي هيحصل. ماشي. بالنسبه للزلازل، معلوماتي البطيئه ان هم بيحاولوا يجربوا على بعض الحيوانات التي لها، يقال والله اعلم، لها قدره على التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها، فبيشوفوا ايه السنسورز اللي عند، اللي هي الحساسات اللي عندها، اللي الربانيه دي حاجه ربانيه، اللي من الممكن محاكاتها بحيث ان احنا نقدر يكون عندنا اجهزه نقدر نعرف ايه اللي بيحصل، ايه الفايبريشنز، الذبذبات اللي بتحصل التي ممكن التقاطها من اجهزه، الذبذبات او حتى الموجات، يمكن فريكوينسيز حتى اللي ممكن تكون موجوده. يعني يعني انا فهمت وجهه نظر حضرتك انه حاليا بيتم العمل على نظام لمحاكاه يمكن ان ينبئ الانسان بوقوع زلزال، لكن حتى الان لم تثبت، حسب معلوماتي المتواضعه يعني لم تثبت اي نتيجه علميه مؤكده. طيب بالنسبه لل يعني في وجهه نظر بتقول انه الصيف اللي بيجي حر قوي بيقابله الشتاء قارس البروده. طيب هو يا فندم زي ما قلت قبل كده، هي هيحصل تغيرات متطرفه، يعني قصوى من حر شديد الى بروده. بس هل ده شرط؟ يعني هل هو مش شرط يا فندم الحار جدا يقابله الشتاء قارس البروده؟ هقول لحضرتك على حاجه، الى يومنا هذا كل ما لدينا من الهيئة الحكومية للتغيرات المناخية اللي هي الاي بي سي سي، اللي هي اعلى جهة علمية منوط بيها من كل دول العالم، 197 دولة الموقعة على الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، ان هي تطلع بتعمل ريفيو، هي ما بتعملش ابحاث جديدة، لكن بتشوف ما هو موجود من مراكز الابحاث واوراق بحثية ومشروعات بحثية، ان هي بتطلع سنسس، بتعمل مختصرات بتقول ايه اللي هيحصل وتوجه النظر المجتمع العلمي لايه. فهي حضرتك كل ما لدينا الآن هي سيناريوهات. ليه؟ لأن في عوامل كتيرة جدا، احنا ما نعرفش مثلا قدرة الطبيعة على امتصاص كبلوعة، كوعاء لامتصاص غازات الاحتباس الحراري اللي هو أساسا الكربون وثم الميثين وكده. مش قادرين نعرف قدرة الطبيعة على امتصاص قد إيه. البحار والمحيطات هتقدر تستوعب الكلام ده دي. فكل ما لدينا هي سيناريوهات بظروف وافتراضات كثيرة جدا جدا. فعشان كده احنا بنقول هناخد بالأحوط، هنقول ان من الممكن الحرارة تزداد جدا ثم في فصل الشتاء تتحول الى برد قارس. ليه؟ احنا بناخد حرارتك عشان نحتاط،
الحيطة والحذر، ناخد الإكستريم دايما، ما ناخدش الحاجة اللو. فإحنا عندنا السيناريوهات المنخفضة الوسط والمرتفع، فإحنا عندنا التلاتة. أنا بقول إحنا دايما بنمشي على الوسط لأن خير الأمور الوسط. صح. لا كده ولا كده. دكتور علاء سرحان أستاذ اقتصادات البيئة، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. ودلوقتي مشاهدينا هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء التاسعة صباحا مع دينا شرف. اتفضلي يا دينا. شكرا لك محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة فضلا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لبحث جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي وإجراءات بناء القدرات الوطنية. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها. بعث الرئيس السيسي ببرقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد. وأعرب الرئيس السيسي في برقيته للقادة والزعماء عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة، متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما جديدا يحمل الخير والرخاء والسلام لشعوبهم الصديقة ولجميع شعوب العالم. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية على الشريط الساحلي الغربي، واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في الحي الياباني غرب خان يونس. وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفها العنيف على خان يونس ما أدى لاستشهاد وجرح عشرات المواطنين. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الضوئية شمال شرق خان يونس، كما شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على مناطق عديدة وسط القطاع. وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا في دير البلح ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين على الأقل وإصابة العشرات، إضافة لوجود العشرات تحت الركام. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحملة الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزة بما في ذلك أهدافها ومراحلها. وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن أكد الضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين مشددا على أهمية السماح للمدنيين بالتحرك بأمان بعيدا عن مناطق القتال الدائر. وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا أهمية تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين الباقيين. قال مسؤولون أوكرانيون إن موجات من القصف الروسي وهجمات الطائرات المسيرة استهدفت منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7. كما قصفت قوات الروسية محطة كهرباء قريبة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا ما أدى إلى إصابة 5 عمال وانقطاع التيار الكهربائي عن بلدة كوارا خوفو. رصدت وزارة الدفاع التايوانية على مدى الساعات الـ24 الماضية 8 مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان. وأعلنت الوزارة أيضا أنها رصدت منطادا صينيا في المضيق هو الأحدث ضمن مجموعة من المناطيد، في حين تعلن تايوان أنها تراقب الطقس على الأرجح. وأضافت الوزارة أن المنطاد الذي رصدته بعد عبوره خط المنتصف اتجه شرقا ثم اختفى بعد ساعة، مشيرة إلى أنها أرسلت قواتها لمراقبة الوضع. ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة تايوان. وأضاف المركز الألماني أن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات.
ختام موجز التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنرحب بحضراتكم من جديد في صباح الخير يا مصر. التصعيد الإسرائيلي ما زال مستمرا على قطاع غزة بأساليب تتنافى مع القانون الدولي والإنساني. كل يوم عداد الموت بيتصاعد بشكل كبير جدا. آخر إحصائية بتتكلم عن حوالي أكثر من 20,250 شهيد و53,688 مصاب. دولة الاحتلال بترتكب مجازر يومية ودموية بحق الأشقاء في فلسطين بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين، أيضا ضرورة وجود هدنة لحماية الفلسطينيين. بنرحب في فقرتنا النهاردة بدكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني. صباح الخير على حضرتك، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك. ما زالت آلة الحرب الإسرائيلية تستهدف المدنيين، أطفال، نساء، شيوخ، رجال، أيضا تستهدف القطاع الصحي، يعني كانت مستشفيات أو أطقم حتى طبية. سؤال حضرتك يا فندم، الوضع الآن تخطينا 20,000 شهيد وعدد كبير جدا من الجرح، حتى الأرقام المعلنة هي ليست الأرقام الدقيقة والحقيقية. صحيح. الأوضاع في قطاع غزة الآن، ويعني حضرتك شايف ما يحدث الآن، قراءتك ليه؟ خلينا أول حاجة نبص على، أنا يعني بحب دايما أشوف ما وراء أو ما بين السطور. طبعا إسرائيل برغم أنه ليها أهداف معلنة عسكريا، لكن هي في الحقيقة بتحقق أهداف استراتيجية. في خلال متابعتنا لأساليب القصف اللي موجودة في خلال الـ 78 يوم اللي فاتوا، كان في أربع أساسيات إسرائيل بتستهدفهم في حربها. خلينا نشوف إيه الأساسيات دي وبتأدي لإيه. الأربعة اللي بتستهدفهم الصحة، التعليم، السكن، الاقتصاد. دي مقومات الأساسية لأي مجتمع. أي مجتمع الناس بتبدأ تتجمع عليه وتبني مدنها وتستقر وتتطور، لازم على الأقل الحد الأدنى الأربع أساسيات. إسرائيل بشكل ممنهج طوال أيام الحرب استهدفت التعليم بكامل مستوياته. مفيش جامعة في قطاع غزة بقت على حالها، تقريبا معظم الجامعات أو كلها اتقصفت، ودي جامعات احتاج الفلسطينيين لأربعين سنة حتى وصلت إلى المستوى اللي موجودة فيه. المدارس، معظم المدارس تم قصفها وتم الإضرار بها، وجزء آخر من المدارس مستخدم كملاجئ. نجي للصحة، مستشفيات، لم يعد هناك مستشفيات في قطاع غزة إلا حوالي كمستشفيات كبيرة، حوالي ثلاث أو أربع مستشفيات، وفي الجنوب، وقد تتضرر في إذا استكملت الحرب. مراكز صحية تقريبا اختفت أو وصلت للحد الأدنى، ودي هديكم معلومة، من أفضل الأماكن في العالم في الرعاية الأولية هي فلسطين. في مستوى الأطفال والأمومة، ودي كان بتحافظ عليها الصح اللي هي المراكز الصحية. والتعليم، أعلى نسبة تعليم في المنطقة بتوصل ل 98% كانت في فلسطين، فهو ده استهداف منهجي. الجزء الثالث والمقوم الثالث هو السكن. السكن مرتبط ب، خلينا نقول، جزء من الثقافة الفلسطينية. دايما الفلسطيني يبحث عن بناء بيت. ده جزء من تأكيد جذوره. صحيح. يعني المساكن المبنية بناء من الأهالي أكتر من المساكن اللي هي مشاريع الإسكان. الجزء الرابع الاقتصاد المحلي. الاقتصاد المحلي خلينا نقول اللي هو الزراعة وبعض صيد. المصانع. صيد. حتى الصيد فئة، يعني خلينا نقول فئة محدودة أو عدد قليل اللي بيشتغل فيها، لكن الاقتصاد المحلي اللي أنا زي أوفر مادة غذائية للناس من إنتاجي، مش من من, من الاستيراد برا. فالزراعة جزء مهم منها. إسرائيل استهدفته بعدة طرق. أولا بنيتها لخلق حزام
حوالين قطاع غزة. الأمر الثاني هو إزاي تدمر التربة بحاجتين، بالفسفور اللي بيتم إطلاقه، الفسفور بيترك الأثر في التربة لسنوات، صحيح، وفكرة أنه بحجة الأنفاق ضخ مياه البحر، لأنه ده هيملح التربة ويمنع استخدامها في الزراعة. النقطة دي تحديدا يا دكتور، مش ده يؤثر حتى على إسرائيل نفسها؟ لا. ليه؟ لأنه المياه الجوفية أو خزان الجوفي في فلسطين بيجي من الشمال للجنوب، يعني في ارتفاع في المستويات في طب دكتور عبد المهدي، حضرتك ذكرت أربع مقومات: الصحة، التعليم، السكن، كل ما هو في مظهر من مظاهر الحياة للشعب الفلسطيني تم استهدافهم بشكل مباشر. من اليوم الأول للحرب كان إسرائيل بتعلن بشكل مباشر أن هدف الحرب هو هدفين أساسيين: هو القضاء على المقاومة بشكل نهائي، واستعادة واسترداد المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة. بعد مرور 78 يوم لم يتحقق أي هدف من هذين الهدفين حتى هذه اللحظة. شايف موقف إسرائيل الآن بعد هذه الحرب، احنا بنتكلم على قصف مستمر، دخول بري واجتياح بري، ما تحقق من الأهداف المعلنة لها؟ خلينا نقول يعني بقليل من المنطقية والنظرة الموضوعية، هناك خسائر لدى الجانب الإسرائيلي وهناك خسائر لدى الجانب الفلسطيني. لا توجد أرقام حقيقية لأنه لا توجد مؤشرات على هذه الخسائر حتى نستطيع عمل تقييم، لكن إذا تحدثنا عن صورة النصر التي تحاول إسرائيل الحصول عليها في قطاع غزة حتى الآن لم تحصل عليها، لكن أنا لا أقيم ما يتم تحقيقه فقط في الميدان، أنا أقيم ما يتم تحقيقه على حياتي في المستقبل، صحيح. الحروب بنتائجها. تحدثت أنا منذ قليل عن مقومات الحياة التي استهدفتها إسرائيل. ما الهدف من استهدافها؟ الهدف هو أن تستطيع إسرائيل تغيير الديموغرافيا في قطاع غزة، عملية التهجير. ليس بالضرورة أن يكون تهجير قسري، أنه أدفع الناس عبر الحدود، لكن بعد انتهاء الحرب سيضطر الكثيرين من أهالي قطاع غزة إلى البحث عن حياة في مكان آخر لاستحالة الحياة، وسيكون هناك تأخير متعمد من إسرائيل في الإعمار، ولن يكون مجانا، يعني سيكون له ثمن سياسي. عايز أدفع المشهد دفعا إلى هذه اللحظة، أنه استحالة الحياة في قطاع غزة، أن المواطن الفلسطيني لا يجد أي مقاومات حياة داخل القطاع. أشوف، أنا أقول لك المؤشرات من الآن، وده مش إعلام، يعني مش الدعاية، مش بروبوغاندا، هذا حقائق تحدث الآن. بعض الدول الآن تحت عنوان conflict between حماس and إسرائيل، صراع بين حماس وإسرائيل، دون يعني مش فلسطين، حماس وإسرائيل، بتدي فيزا وتتيح الفيزا لمرحلة ما بعد الحرب، وده جزء من النهج. الأمر الآخر، إسرائيل تفاوضت مع قبرص على خط بحري بين قبرص وبين غزة. خط البحري الآن المعلن عنه أنه بهدف إنساني نقل المساعدات إلى قطاع غزة، لكن ما الذي يضمن أنها لن يتحول هذا الخط البحري في المستقبل كوسيلة للنقل والسفر؟ من الذي يضمن ذلك؟ طبعاً وفي أمور كثيرة من المهم أن ننتبه إليها، بخلاف ما يتم الحديث ما بين الناطقين العسكريين والمباراة التي تحدث في إظهار القدرات العسكرية، هو ما النتائج المترتبة على هذه الحرب سواء على إسرائيل أو حتى على الفلسطينيين، وهذه النتائج من المهم حسابها وتقييمها، لأنه هي من ستترك أثرا على حياة الفلسطينيين في المستقبل، وستبقى البطولات وستبقى قدرة الفلسطينيين على المقاومة، نعم، محل إعجاب وتقدير وتقييم عالي، لكن أيضا يجب أن ننظر في نظرة أخرى إلى النتائج المترتبة على هذه المعركة الكبيرة، والتي أنا باعتقادي أن إسرائيل لن تفوت هذا لتحقيق أهداف استراتيجية لعدة أسباب. أولا، هناك دعم أمريكي غير مسبوق وغربي غير مسبوق، وموازين القوى الدولية برغم أنه هناك تعاطف شعبي واسع في
في العالم مع الفلسطينيين، إلا أنه صياغة القرارات ما زالت تعمل في اتجاه أو في صالح إسرائيل في هذا الجانب. طيب دكتور، حضرتك ذكرت دلوقتي نقطة مهمة، حضرتك قلت إسرائيل لن تفوت الفرصة حتى تحقق مكاسب استراتيجية غير المعلنة. زي إيه يعني؟ بخلاف أيضا وجود غلاف خارج كمان أو حول غلاف غزة اللي موجود أصلا، إيه تاني مكاسب استراتيجية؟ أنا هقول لك، خلينا نرجع شوية كده كم خطوة لورا. نبدأ من سنة 2000. سنة 2000 هو فشل الاتفاق في كامب ديفيد بين الفلسطينيين والإسرائيل. منذ تلك اللحظة بدأت إسرائيل بالتفكير كيف يمكن التعامل مع الفلسطينيين، وكان في طرح لعدة مشاريع كبيرة. كان الهدف الأول هو التغيير الديموغرافي. ليه؟ لأنه الإسرائيليين كانوا متوقعين في سنة 2000 الكلام ده، أنه بعد عدة سنوات سيسير الميزان الديموغرافي في فلسطين صحيح. التاريخية لصالح الفلسطينيين صحيح. ده حصل، أنه في غزة والضفة والقدس الشرقية وفلسطينيين الداخل مجموعهم هو أكتر من عدد اليهود في فلسطين صحيح. ده حصل. لازم يغيروا الوضع الديموغرافي، وتغيير الوضع الديموغرافي يأتي عبر تحويل حياة الفلسطينيين إلى حياة صعبة لخلق بدائل أخرى للفلسطينيين. في صمود بالتأكيد من عام 2000 لحتى اليوم، وبتكلم مش بس على غزة، بتكلم على غزة وبتكلم على الضفة تمام والقدس. الآن النموذج اللي بيحصل في غزة، إسرائيل سوف تحاول الاستفادة منه في الضفة. لو لاحظنا أنه خلال فترة الحرب إسرائيل رفعت مستوى العمليات في الضفة، لكن الكاميرا مش رايحة هناك كتير. اعتقال يعني آخرهم كان اعتقال 4000. غير الاعتقالات، مستوى العمليات بمعنى أنه الضفة ليس فيها هناك التسليح الذي يستدعي استخدام طائرات، وفي اقتحام للقرى، ليس هناك التسليح الذي يستدعي استخدام دبابات، في انتهاكات تسليح المستوطنين اللي تم في خضم الحرب، تسليح المستوطنين لمحاولة مناطق سي اللي هي مناطق الأكثر القريبة للمستوطنات والأكثر مساحة لتهجير الناس فيها. في حوالي 10 مجتمعات في الضفة تم تهجيرهم، هي صغيرة، هي عبارة عن قرى كانت بتقاوم إسرائيل، إسرائيل تهدم القرية يبنوها. كان الاتحاد الأوروبي وقتها وكان العالم بيهتم بالقضايا دي لأنه كان كاميرا موجهة هناك. في الآن في خضم الحرب دي إسرائيل بتحاول تنجز في الضفة. هل هناك من يضمن أنه إذا نجحت هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في البقاء بعد انتهاء الحرب، أنه لن تتجه إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي في الضفة وتحقيق الهدف الرئيسي؟ فيش ضمانات بالكلام في النقطة دي تحديدا. النقطة مهمة جدا، فكرة سيناريو التغيير الديموغرافي أو تغيير شكل الخريطة الفلسطينية تماما. طبعا الولايات المتحدة من اليوم الأول الضوء الأخضر ممنوح لإسرائيل، رعاية كاملة، تسليح، دعم سياسي. إلى أي مدى، ده سؤالي لحضرتك، إلى أي مدى ستطلق يد إسرائيل في تنفيذ هذا المخطط؟ لأنه في الدوائر الغربية بنشوف بعض التصريحات اللي بتخرج من البيت الأبيض أنه إحنا مع حل الدولتين. المجتمع الأوروبي أيضا أو المواقف الأوروبية تتحدث عن ضرورة حل الصراع في إطار حل الدولتين، إلى جانب طبعا المواقف العربية. لكن ما يحدث على الأرض أنه إسرائيل مستمرة في تنفيذ هذا المخطط. كيف يمكن إيقاف هذا المخطط، وكيف يمكن أيضا تفعيل بعض المبادرات العالمية للحديث مرة أخرى عن حل الصراع؟ خلينا نقول أنه يمكن خدمتنا الظروف نتنياهو في صراعه أو محاولة إبقائه أو إبقاء موجود في المشهد السياسي في الفترة القادمة، خرج بتصريح واعتراف مهم، قال فيه أن أنا عملت ضد اتفاق أوسلو، وأننا أكثر شخص أو الشخص الوحيد الذي يمكن أن يمنع قيام الدولة الفلسطينية. معنى كده أنه في 16 عاما اللي هي مرات وجود نتنياهو المختلفة في رئاسة الحكومة أو في الحكومة الإسرائيلية، هو كان لا يوجد شريك إسرائيلي في عملية السلام، وليس كما كان يدعي العالم أنه لا يوجد وأن الفلسطينيين يضيعون فرصة تلو الفرصة. هذا كلام غير حقيقي، هذا كلام ثبت. ده بيدلل على أنه في
مخطط إسرائيلي مقصود منذ اغتيال رابين وليس منذ هذه اللحظة إلى عدم الوصول إلى الدولة الفلسطينية بأشكال مختلفة. ولم يوجد حتى الآن رئيس وزراء إسرائيلي لديه الشجاعة إلى الوصول إلى اتفاق سلام حتى على حدود عام 67. الوحيد بعد رابين الذي خطى خطوات في هذا الاتجاه وتفاوض في هذا الاتجاه هو أولمرت وتم سجنه. إذن نحن نتحدث عن مجتمع إسرائيلي سياسي ومجتمعي يتجه إلى اليمين، واليمين المتطرف لا يريد للفلسطينيين أن يكون لهم دولة. الولايات المتحدة شريك متواطئ، هي التي كانت ترعى عملية السلام ولكن ترعاه من مبدأ إدارة الصراع وليس حل الصراع، والحيازها لإسرائيل إدارة الصراع وليس حل الصراع، إدامته عدم تفاقمه لمستوى معين، الحفاظ عليه في مستوى معين دون حله، لأنه الولايات المتحدة بتعتبر الصراع الموجود هو أحد الأوراق اللي بيترك لها مكانة في المنطقة وبتقدر أنها تساوم عليه. وفي بعض الرؤساء الأمريكيين من ناحية أيديولوجية أيضا تساند إسرائيل كما الرئيس بايدن. طيب دكتور، في برضو عامل أخرى يعني أعتقد أنها مش في إيد قوات الاحتلال الإسرائيلي، زي الداخل الإسرائيلي، التركيبة نفسها السكانية لإسرائيل، في خلينا نقول فئات مختلفة، أفكار مختلفة، حتى يمكن من وقت هذا الصراع، مش من وقت 7 أكتوبر فقط لكن حتى فيما قبل، كانت نسبة الهجرة لخارج إسرائيل كانت عالية جدا وكانت مرتفعة حتى وقت وخلال 7 أكتوبر ده كمان حصل، حتى نزوح أو خروج أو هجرة المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بالفعل توجهوا لتل أبيب للعاصمة ورافضين أصلا الرجوع ليها مرة تانية. فيمكن دي عوامل، بعض العوامل اللي خرجت بره إيد إسرائيل وعليها أن تتعامل معها برضو، لأنها بتمثل ضغط كبير حتى المزارعين اللي سافروا بره ورافضين الرجوع مرة أخرى لإسرائيل. هو خلينا نقول يعني بتوضيح أكبر لهذه النقطة، إسرائيل كانت قبل 7 أكتوبر لديها أزمة لم تمر في تاريخها، كان في إضرابات لمدة 9 شهور، وده كان الخلاف الرئيسي ما بين الدولة الدينية والدولة العلمانية. الخلاف ليس له علاقة بفلسطين أو بحقوق الفلسطينيين، والصراع بدأ قبل ذلك لكن لأول مرة وصل للمرحلة اللي احنا وصلنا فيها. وحقيقة أنه إذا كان استمر هذا الصراع كان سيشكل فارقا في المجتمع الإسرائيلي، سيشكل فارقا بمعنى أنه التناحر الإسرائيلي سيزداد وسيؤثر على إسرائيل، سيؤثر عليها بشكل كبير. كانت الولايات المتحدة الرئيس بايدن لأنه بيبحث عن مصلحة إسرائيل كان يضغط لإنهاء هذا الخلاف. 7 أكتوبر أنهت الخلاف. نتكلم بقى على أثر التأثير على المستوطنين اللي أنت اتكلمت عليهم في غلاف غزة. هم بيعتبروا هم بالمناسبة اللي بيطلبوا، ده اللي خلى فيه إجماع جوا إسرائيل لأول مرة على حرب بنسبة 90%، وده ما حصلش قبل كده. اليمين واليسار لا توجد ولا مظاهرة ضد الحرب، هناك تظاهرات لأسباب مختلفة لكن ضد مبدأ الحرب وقتل الفلسطينيين لا توجد أي تظاهر، ولا يوجد مقال يتحدث عن قتل المدنيين ولا الأطفال ولا أي شيء من هذا الجانب. يتكلموا عن خسائر عسكرية، يتكلموا عن تحقيق أهداف، لكن لا يوجد حديث إنساني في إسرائيل، وده بيدلل على المجتمع وصل لفين. سكان منطقة الغلاف بيحاولوا أنهم طبعا حملوا لحكومة إسرائيل المسؤولية، حصل منهم أنهم خرجوا إلى خلال زي مخيمات في إيلات في مناطق مختلفة بعيدا عن الغلاف، وربطوا عودتهم إلى الغلاف بتحقيق الأمن. ومن وجهة نظرهم، وده السبب أنه الإسرائيليين بيتحججوا، وجهة نظرهم أن لا يكون هناك لدى الفلسطينيين في قطاع غزة على تكرار ما حدث في 7 أكتوبر، وده الهدف من أهداف الحرب واللي ما زالت الولايات المتحدة بتأكد عليه ورفض وقف إطلاق النار حتى تحقيقه، قبل بهدن لكن وقف إطلاق نار نهائي وشامل لا يحدث. وبهذا المبرر إسرائيل بتحقق الأهداف الأخرى، ومنها تحويل قطاع غزة إلى بيئة طاردة للسكان.
بما يتعلق بهجرة الإسرائيليين عشان ما نبالغش في التفاؤل بشكل كبير، نعم هناك في سفر للإسرائيليين، لكن الإسرائيليين مزدوج الجنسية في غالبيتهم، وهذا لا يعني أنهم لن يعودوا مرة أخرى. لكن في الجانب الآخر كما هناك خروج لبعض الإسرائيليين نتيجة لأكتوبر، كان في مؤشر مهم وهو نسبة عدد نسبة التجنيد الاحتياط من الخارج. يعني عادة في تجنيد الاحتياط لا ينظر إلى الموجودين بالخارج بأهمية كبيرة، فبيكونش نسب التجنيد عالية، لكن في الحرب دي كان في نسب تجنيد عالية كبيرة جدا. سؤال الأسئلة دكتور عبد المهدي اللي هو بيسأله حتى رجل الشارع العربي، متى نصل إلى قرار لوقف إطلاق النار؟ في محاولات كلها باءت بالفشل من مجلس الأمن اللي هو الجهة المنوط بها يعني حفظ السلم والأمن الدوليين زي ما بيقولوا. آخر قرار صدر من مجلس الأمن تحدث فقط عن جزئية المساعدات الإنسانية، ولم يعني في كل مرة بيقابل بفيتو طبعا أمريكي لعدم التصويت لصالح وقف إطلاق النار. هل نحن أمام يعني جهود للوصول لوقف إطلاق النار، أم هدنة أخرى شبيهة بالهدنة الأولى اللي استمرت 7 أيام، خصوصا أن امبارح كان في المصادر من الجانب الفلسطيني تتحدث أنه لا توجد أي صفقات مبادلة أو غيره إلا بعد وقف إطلاق النار. ده تصريح خرج من أكثر من اسم من أسماء قادة حركة المقاومة. احنا لازم أول حاجة نفهم كل واحد بيقصد إيه بوقف إطلاق النار. هل وقف إطلاق النار يعني إنهاء الصراع العسكري، ليست فقط هذا الحرب وعودة إسرائيل إلى ما قبل 7 أكتوبر؟ هل وقف إطلاق النار تغيير التكتيكات العسكرية اللي موجودة، بدل ما في قصف يومي ومستمر يصبح حسب احتياج إسرائيل؟ هل وقف إطلاق النار يعني بقاء إسرائيل في نقاط داخل قطاع غزة كسلطة تتحكم في منافذ ومخارج المدن للسيطرة عليها؟ تساؤلات كثيرة. إذا أخذنا نموذج قرار مجلس الأمن اللي مررته الولايات المتحدة، أولا هي رفضت وقف إطلاق نار نهائي ومستدام في القرار، قبلت بهدنة، استراتيجية الهدنة. رقم 2 تحدثت عن إطلاق سراح الرهائن بلا شرط، وهذا الأمر لن يحدث. بالتالي عشان تنفذ قرار مجلس الأمن لازم تنفذ البنود كلها، ما ينفعش تنفذ بند وتسيب بند. ده عامل تفجير للقرار. أهم جزء في القرار وده خطير ومهم في نفس الوقت، وهو المساعدات الإنسانية بإشراف الولايات بإشراف الأمم المتحدة. إيجابي في ناحية أنه ستكون هناك منظومة آلية لإدخال المساعدات بشكل مستمر ومستدام وكامل، وتصل إلى جميع المواطنين، لأن هناك مجاعة وهناك مشكلة وأزمة صحية كبيرة في قطاع غزة. لكن في جانب الآخر هناك أمر خطير سأربطه بأمر آخر الآن. البند الجزء الرابع، البند اللي بعد كده، انه في آلية المساعدات الإنسانية وحدد 20 يوم سيقدم تقرير بعد تعيين المنسق للآلية. في نفس اليوم اللي كان فيه قرار مجلس الأمن، الجيش الإسرائيلي أعلن انه سيعيد انتشاره في قطاع غزة يوم في منتصف يناير. إذا حسبنا عدد الأيام هي تتراوح بحوالي 27 يوم، أي أنه إعادة الانتشار داخل قطاع غزة سيتواءم مع بدء آلية المساعدات الإنسانية. ده معناه إيه؟ أنه إعادة احتلال غزة بصورة مختلفة دون تحمل المسؤولية المدنية وإحالتها إلى الأمم المتحدة. متى سيقف إطلاق النار؟ يجب أن تتبلور آلية متفق عليها لليوم التالي للحرب. طالما لم تتبلور هذه الآلية لن يكون هناك وقف إطلاق نار نهائي، وهذه الآلية تعني أن تتبلور في أربع موافقات أساسية، أن يوافق عليها الإسرائيليين، الفلسطينيين، الأمريكان، الدول العربية المحيطة. آلية متفق عليها لإدارة قطاع غزة في إطار سواء كانت في كما يطرح، والضغط أن يكون السلطة وحتى حماس موجودة لكن بشكل غير
غير ظاهر. حتى الوصول إلى هذه الآلية لن يكون هناك إطلاق وقف إطلاق نار نهائي، سيكون هناك هدن، سيكون هناك تخفيض للنيران، يتيح لإسرائيل التدخل وقت ما تشاء عسكريا دون أن تدان. دكتور أخيرا، يعني ما بعد انتهاء هذه الحرب على قطاع غزة، تواجد حماس أو بقاء حماس شكله هيبقى عامل ازاي؟ يعني احنا بنتكلم على فكره المقاومه، انها يعني ما حدش يقدر يقتل المقاومه كفكره كايديولوجيه، ولكن كيف ستتعامل حماس؟ فكره بقاء حماس هل ستتحول لمجرد حركه مقاومه بلا ذراع عسكري؟ هل ستتحول لحركه سياسيه؟ الوضع هيبقى عامل ازاي؟ يعني الشكل النموذجي لبقاء حماس واللي فيه مصلحة للفلسطينيين هو أن تندمج حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية. هذا الشكل النموذجي. ومقاومة إسرائيل ليست مرتبطة بشكل واحد من المقاومة، ده أمر لازم كله يقر فيه، لأنه في بعض الأحيان يكون هذا الشكل لصالح الشعب الفلسطيني، وفي بعض الأحيان قد لا يكون لصالح الشعب الفلسطيني. لكن خلينا نقول الإرادة الدولية أو متفق عليه دوليا في الشكل ده لازم يبقى إيه؟ هم في الإرادة الدولية يجب أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح. في الإرادة الدولية على الأقل في المراحل القريبة ألا تكون حماس في واجهة الحكم في قطاع غزة، أي من الممكن أن تبقى حماس ولكن ليس بشكل ظاهر كما تريد في الإرادة الدولية. أنا بتكلم، وهذا يستدعي تفاهم فلسطيني صحيح. داخلي طبعا. واتفاق داخلي ومصالحة، ودونها سنذهب إلى السيناريو الذي يريده نتنياهو، وهو الإدارات الغير مسيسة والتي يستفيد منها بأنه لن يقدم أثمان سياسية للشعب الفلسطيني. دي نقطة مهمة جدا، يعني في نهاية حوارنا حضرتك أشرت إليها، ضرورة التوافق الداخلي الفلسطيني وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، مهم جدا بمختلف الأطياف والفصائل السياسية. أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة التحليلية الوافية، دكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ونرجع من بعده. صباح الخير يا مصر. مشاهدينا دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لمراسلنا محمود جميل عشان نتعرف منه على اخر تطورات دخول المساعدات الاغاثيه والطبيه لقطاع غزه. محمود صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير عليك يا محمد، بصبح عليكم وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بنصبح عليكم من امام معبر رفح البري، لازلنا بنتابع معاكم كل الجهود المصرية اللي بيتم بذلها طبعا لدخول كل الشاحنات والمساعدات لقطاع غزة. المكان اللي احنا موجودين فيه امام معبر رفح احنا بنشاهد حاليا اصطفاف عدد كبير من الشاحنات اللي موجودة، يمكن هذه الشاحنات فيها طبعا عدد كبير من المواد الإنسانية والإغاثية والمستلزمات الطبية وكمان الخيم والبطاطين اللي بتتوجه مباشرة من خلال معبر رفح بتتجه إلى معبر غزة إلى الجانب الفلسطيني. اللي موجود حاليا في الشاحنات اللي احنا بنتكلم فيها، احنا بنتكلم دلوقتي عدد كبير من الشاحنات بيتم التجهيز حاليا لدخول الدفعة الثانية النهاردة اللي مقرر ليها ان تكون 40 شاحنة هيتم دخولهم. ده بالإضافة ان في دفعة اولى دخلت النهاردة الصبح، بنتكلم عن تحديدا 138 او 139 شاحنة دخلوا بالفعل من هذه البوابة. البوابة دي اللي احنا بنتكلم عليها هي اللي بيتم من خلالها دخول كل الشاحنات المتجهة إلى يا إما معبر كرم أبو سالم أو معبر العوجة، بيتم طبعا تفتيشهم وبالتالي بيتجهوا إلى الجانب الفلسطيني. إحنا بنتكلم على النهاردة عندنا 99 دخلوا من معبر كرم من معبر العوجة، بالإضافة إلى حوالي 39 أو 38 شاحنة دخلوا إلى معبر كرم أبو سالم، بالإضافة طبعا إلى شاحنات الوقود اللي بتدخل 6 شاحنات
شاحنات وقود، 4 شاحنات للسولار وشاحنتين للغاز. يمكن النهاردة تقريبا من الأيام اللي شهدت دخول أكبر يعني عدد كبير للشاحنات. الحقيقة بنتكلم إن احنا تقريبا النهاردة على نهاية اليوم بنتكلم في 180 شاحنة هيدخلوا من بوابة معبر رفح، هيتجهوا بقى إلى كرم أبو سالم والعوجة علشان إجراءات التفتيش. وده طبعا يعني الجميع بيأمل فيما يتعلق بعد قرار مجلس الأمن بتسريع زيادة دخول المساعدات لقطاع غزة، فالكل طبعا بيأمل إن يكون في عدد كبير من المساعدات يكون بيدخل. فاحنا النهاردة بنتكلم على نهاية اليوم متوقع دخول من بوابة معبر رفح 180 شاحنة. بالإضافة للشاحنات اللي موجودة احنا عندنا كمان استقبال المصابين واستقبال الجرحى. يعني احنا بنتكلم من يوم 21 اكتوبر لحد النهاردة معبر رفح استقبل اكتر من 1000 مصاب، ويوميا يعني اعداد المصابين طبعا بتزيد. احنا عندنا في اصطفاف لسيارات الاسعاف اللي موجود هنا خارج معبر رفح، سيارات الإسعاف بتستقبل كل المصابين والجرحى اللي بيأتوا من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وبالإضافة طبعا إلى سيارات الإسعاف اللي موجودة داخل معبر رفح. إحنا بنتكلم على إن كل السيارات دي مجهزة تجهيز كامل لنقل المصابين، بيروحوا طبعا للمستشفيات بقى اللي أعدتها الدولة لاستقبال الجرحى الفلسطيني. إحنا بنتكلم عامة عن 38 مستشفى بتستقبل المصابين سواء هنا في شمال سيناء أو في مدن القناة أو في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة. طبعا المصابين بيتلقوا الحجر الصحي داخل المعبر، ثم بعد ذلك بيتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات اللي في شمال سيناء على حسب طبعا الحالات والإصابات اللي موجودة. يعني الإصابات بتتنوع ما بين الكسور والجروح والأورام، فبالتالي بيتم نقلهم للمستشفيات اللي موجودة. بنتكلم عن مستشفى الشيخ زويد وهي الأقرب لمعبر رفح، ثم مستشفى العريش، ثم مستشفى بئر العبد. مستشفى العريش نفسها فيها عدد كبير من الإصابات أو من الجرحى والمصابين، أكثر من 50% منهم أطفال، بالإضافة إلى أن مستشفى العريش نفسها أجرت حتى الآن أكثر من 160 عملية جراحية، فالمستشفيات مجهزة تماماً لاستقبال المصابين. هنا معبر رفح موجود عدد كبير من الشاحنات، ده غير الشاحنات اللي مصطفى خارج المعبر، ده غير الشاحنات اللي موجودة في مدينة العريش والمخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر، واستمرار طبعاً تدفق الطائرات اللي بتيجي من مطار العريش بالنسبة للدول المختلفة. إحنا نتكلم ان امبارح مثلا كان عندنا 3 طائرات وصلوا للعريش من الامارات ومن روسيا، بالاضافه بالطبع الى الطائرات اللي بتاتي كل يوم. احنا بنتكلم عن اكتر من 340 طياره وصلوا لحد امبارح مطار العريش. بيتم طبعا تفريغ الاطنان والمساعدات الانسانيه من خلال الهلال الاحمر لدخول المساعدات دي طبعا في قطاع غزة، وبتستمر الجهود المصرية طبعا في إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة، وبالتأكيد هنتابع معاكم يعني بشكل يومي كل المساعدات التي تدخل إلى الجانب الفلسطيني. كل الشكر لمحمود جميل من معبر رفح على كل هذه المعلومات. وزي ما قلنا النهاردة يعني هيشهد إدخال مساعدات أكتر إنسانية، 140 شاحنة الدفعة الأولى، دلوقتي بيتم تجهيز 40 شاحنة أخرى. كمان خبر جيد أنه في استقبال أكتر لعدد من الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح، طبعا جهود مقدرة للدولة المصرية من اليوم الأول من حرب إسرائيل على قطاع غزة. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. إن شاء الله صباح الخير يا مصر، كالعادة هيكون معاكم بكرة من الساعة 7 للساعة 10 صباحا. شكرا لكم.